السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. وهذا الموعد الاستثنائي في تغطية خاصة لحدث خاص يترقبه جمهور الأهلي في كل مكان، سعيا وراء إنجاز خاص جدا لا يقدر عليه إلا الأهلي ولا يقترب منه إلا الأهلي. تغطية خاصة مع حضراتكم لأحداث نهائي دوري أبطال أفريقيا في نسختها الحالية، الأهلي والوداد البيضاوي المغربي في مركب محمد الخامس 9:00 مساء الاثنين القادم إن شاء الله. علشان كده كانت قناة الأهلي في قلب الحدث منذ سفر بعثة الأهلي تقريبا نقل حضراتكم كلكم للدار البيضاء بدون تأشيرة وبدون سفر وبدون حاجة. أعتقد أنتم عبر شاشة الأهلي معايشين لبعثة الأهلي لحظة بلحظة. في هذه التغطية الخاصة يسعدنا في الجزء الأول أن يكون معنا اليوم اثنين من النقاد الرياضيين الكبار اللي باعهم طويل في متابعة الشأن الأهلاوي بدقة. النقد الرياضي الكبير الأستاذ محمد القوصي، أهلا بيك. أهلا بيك أستاذ إبراهيم، سعيد بالتواجد معاك وإن شاء الله نحتفل بأحد عشر قمرا أو أحد عشر كأسا بإذن الله يوم الاثنين بإذن الله. والناقد الرياضي الكبير والمتميز خالد الأتريبي، اهلا بك يا خالد. اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذ ابراهيم، وانا مبسوط جدا، ده اول مره اكون ضيف على حضرتك طبعا في قناه الاهلي، بس انا مبسوط جدا ان انا مع حضرتك اكيد، يعني ده سعاده لينا بالتاكيد والسعاده لجمهور الاهلي. يا جماعه باستمرار بحثا عن المعلومات عن الدقه عن الاداء المسؤول، ابحث عن الصحفيين لان ادائهم في قدر من المسؤوليه، في قدر من دقه المتابعه، في قدر ايضا من المهنيه. عشان كده هنقلب مع بعض صفحات النهائي الأفريقي من خلال وسائل الإعلام المختلفة مع اثنين مختصين ومتخصصين الحقيقة بعمق. أستاذ محمد، الأهلي سافر بدري، نعم، أخذ وقت كافي في التأقلم والمعايشة مع الحدث. مبدئيا أنت بشكل عام توقعاتك إيه؟ أبدأ من السفر البدري. الحقيقة يعني شافوا قرار مهم جدا وقرار مفيد جدا، وما كان يتحقق لولا تأجيل مباراة الأهلي وإسترن كامبن. يعني كان المفروض مباراة الإسترن كامبن يوم الأربع اللي هو كان اليوم اللي هيسافر فيه النادي الأهلي، كانت هذه المباراة هتعطل الأهلي عن السفر، هتجهده هتتعبه هتعمل عليه أحمال كتيرة جدا يعني. فخيرا فعل رابط الأندية واتحاد الكرة ان نجحوا في تأجيل المباراة واللي رحلت لغاية يوم 15، والأهلي ضحى بلاعبين دوليين وهيلعب المباراة تحت اي ظرف حتى يحافظ على اللاعبين ويصل المباراة. فالحقيقة التأجيل ده كان مفيد جدا وكان قرار صائب ولا يستفاد منه الأهلي. لما ياخد قرار يسافر بدل من يوم الأربع والماتش يوم الاثنين، اعتقد الهدف منه انك تروح تعيش الأجواء بالكامل، تروح تعيش التركيز بالكامل، تعيش جو المغرب، تركز في المغرب، تفصل اللعيبة وتعزلهم عن كل حاجة. اعتقد ده كلام مهم جدا. بالنسبة لتوقعات المباراة، هذه واحدة من المباريات الهامة جدا والصعبة جدا، واعتبرها يعني من أصعب النهايات اللي واجهها الأهلي. هذه صعبة واجهها الأهلي لأن الظروف حطت الأهلي كده، لأول مرة نشوف مباراة واحدة وتلعب في ملعب المنافس، ما حدش كان يتوقع ده. يعني كان ممكن تبقى الأمور طبيعية جدا لو مباراة ذهاب وعودة، كانت تبقى طبيعية جدا لو المباراة في أرض محايدة، لكن أن تذهب وتلعب مباراة واحدة في ملعب المنافس وتقبل هذا التحدي وتتحدى هذه الظروف، فهذا يعني أعتقد النادي الأهلي قادر بإذن الله رغم كل الصعوبات وكل المعوقات اللي موجودة إن شاء الله يفرحنا بإذن الله. يعني بإذن الله. خالد، مباراة واحدة في أرض الخصم، الاتحاد الأفريقي ممكن يغير الكلام ده؟ بعدين بعدين موقف النادي الأهلي اللي حصل، كان في ناس بتقول هو إيه جدوى موقف النادي الأهلي اللي بيعمله، خاصة إن النادي الأهلي خلاص راح للمحكمة الرياضية والمؤشرات كلها كانت بتقول إن المحكمة الرياضية مش هتأثر في الأمر شيء. الأوراق ورقنا والأختام بالظبط، إنما النادي الأهلي هو واخد دايما على عاتقه محاربة الفساد حقيقي في الكورة، حقيقي في أفريقيا وفي كل مكان بالمناسبة، لأن القدر الكبير دايما بيكون كده، دايما هو اللي بيحارب حتى لو حارب لوحده ودايما بينتصر. ليه؟ لأن دايما بيكون مع الحق. فالنادي الأهلي لما خد موقف دلوقتي وبعدين، علشان كده الكاف وهو بيعلن ان المباراه هتكون في المغرب في نفس البيان قال ان الكاف او المكتب التنفيذي بيدرس عوده نظام الذهاب والعوده. ليه؟ عشان موقف النادي الاهلي. لو كان النادي الاهلي عدى الموقف ده بسهوله كان من الممكن في اي وقت من الاوقات الكاف يعمل اللي هو عايزه ويوجه البطوله او يوجه النهائي في اي وقت زي ما هو عايز. النادي الاهلي عمل لمصلحته ولمصلحه الانديه اللي كانوا بيتريقوا على موقف النادي الاهلي وهما مش عارفين. اللي بيفرق النادي الاهلي يا ابو ابراهيم عن اي نادي تاني
واللي مخلي النادي الاهلي في مكانه غير كل الـ 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 المكانه اللي فيها اي نادي في افريقيا، هو النادي الاهلي دايما بيبص لقدام، دايما شايف قدام، دايما بيخطط لقدام، وهو بيخطط لقدام ماشي في طريقه برضه. عشان كده في حاجات بتبقى النادي الاهلي متوقعها، لما بتحصل ما بيكونش مفاجاه للنادي الاهلي. فعشان كده انا بقول لحضرتك هيتغير وجهه نظر، ان هي هتتغير بسبب الموقف الشديد اللي اتجه ليه النادي الاهلي. فحسن فعل النادي الاهلي فعلا في موقفه، حتى ولو كان ما كانش فيه مكاسب حاليه، في مكاسب مستقبليه باذن الله. ده كلام مهم جدا، لكن عايز اقول لحضراتكم انه اخبار بعثه الاهلي في داخل الدار البيضاء الامور على افضل ما يكون، الحاله فيها درجه عاليه من التركيز. بالنسبه لموقف الجماهير، كابتن محمود الخطيب الحقيقه كان ليها تعليمات بشكل واضح وصريح النهارده، بيدعو الجماهير المصريه في المغرب لحضور النهائي. وهقول لكم ان النادي بيوجه الدعوه لكل جماهير والجماهير المصريه المتواجده في المدن المغربيه، لانه في ناس جات يقوصي من مدن، ناس جايه من اوروبا وناس جايه من دول عربيه مجاوره على الدار البيضاء. دول يا خالد مش جايين من خلال شركات السياحه من هنا، عندهم مشكله هيلاقوا تذاكر منين. فحسنا فعل النادي الاهلي بتوجيه الدعوه من خلال الكابتن خطيب لكل الجماهير المصريه اللي هتتواجد في المدن المغربيه، سواء هم مغاربه اهلاويه او اسر مصريه عايشه في المغرب، او مصريين وافدين على المغرب من دول اخرى غير مصر، لحضور المباراه. وقال لهم انه من يرغب في تلبيه الدعوه لمؤازره الاهلي في هذه المباراه عليه ان يتوجه الى منطقه اوازيس ده فيها مركز تدريب لنادي الرجاء في الدار البيضاء. في اوازيس هيتسلم تذكره المباراه فور حضوره مباشره بموجب جواز السفر المصري بتاعه. يعني هيروح لمنطقه اوازيس ده مقر للنادي الرجاء، من خلاله ومن خلال مكتب فيه الجاليه المصريه هتتسلم بالباسبور تذاكر حضور المباراه من خلال النادي الاهلي. ده لتسهيل المهمه على كل الجماهير المصريه اللي بتتواجد في الدار البيضاء. يعني اعتقد ان ده شيء كويس ومهم جدا للاهلي، يعني يبقى بيتحرك في موضوع التذاكر، بيسهل على جماهيره وبيسهل على الناس. غير ان الاتحاد الافريقي اعلن ان التاشيره والتذكره من المطار. بعتقد ان العمل الاهلي ده جيد، بحيث ان لو لحد اي حد دخل من خارج البعثه المصريه ودخل موجود في المغرب هيقدر يروح ياخد تذكره من هناك بسهوله. اعتقد ده امر جيد ومهم جدا التذاكر. لكن الحقيقه ان عمليه توزيع التذاكر كانت غريبه جدا. فكرتني بفيلم ابو حلموس اللي هو بتاع نجيب الريحاني، مشهد التاريخي بتاع نجيب الريحاني وعباس فارس لما بيتكلموا على الخروب ال 18 جاي رايق ازاي؟ جايب ابو حلموس على طول لما بيتكلموا على ضرب قديم قوي. ايوه بيتكلموا على لا ابيض واسود لما بيقول له بياض الاوضه ب 92 جنيه والخروب 18 جنيه، قال له لا كده ما ينفعش، ما حدش هيقبل كده. لكن لو خليتها كحت البتاع جردل للخروف حلال الخروف افتكرت هتمشي. فتوزعت 10 و20 للعام، 20 للجمهور العام. طب الجمهور العام يعني على فكره 20 للجمهور العام ده عاملها الاتحاد الاوروبي في نهايه دوري الابطال عشان نكون منصفين، بس دي في اوروبا في ملعب محايد في دول في سيستم مفتوح، في نهائي هيجي سيستم مفتوح. انا اقدر احجز ده هنا من مصر، حد يروح اقدر احجز من مصر. لكن انا ال 20,000 دول على فكره 20 تقريبا كل التذاكر اللي اتطرحت وطرحها فريد دلوقتي كلها نفذت عن اخرها، وكان اقبال شديد جدا على التذاكر. عايز اقول لك ان امبارح واحنا شغالين في ملك وكتابه، حكم مروان كنفاني ابن كابتن مروان كنفاني، حكم راجل اهلاوي وبيحب يسافر ورا الاهلي في كل مكان، فبعت له احنا شغالين، قال لي اول ما فتحوا السيستم لحجز التذاكر لقيت قدامي 75,000. خلصانه. انت بتتكلم في ايه؟ طب انت في ويتنج في 75,000. طيب يبقى ادي انت مبدئيا اتحجزت على طول. احنا بنتكلم في خمسه، بنتكلم في 45,000 ساعة استاد مركب محمد الخامس. منهم 35,000 خلاص راحوا للرجاء. وال 10,000 دول الاهلي ان قدر ان جماهير الاهلي توصل ل 10,000 هناك. ففي كل الاحوال مفيش عداله ومفيش انصاف، يعني معروف في افريقيا مين العام، يعني هتيجي ناس من غانا ونيجيريا وكينيا وتونس والجزائر يروحوا، فهياخدوهم الاخوه المغاربه يعني. ففي نوع من عدم الانصاف وعدم العداله في هذا الامر بشكل عام يعني. يعني هي كان في عداله من الاول. ما هي استكمالا. هي جت للتذاكر استكمالا للامر يعني. استكمالا للامر. طيب خالد، يعني لفت نظري برضو انه لا، في شغف كتير من الجماهير انها تروح، مش بس من مصر، كل التفاصيل اللي جايه من الدار البيضاء
انه في اهلاويه كتير جايين من اسبانيا وجايين من اوروبا وجايين من الجزائر وجايين من تونس وجايين من منطقه الخليج على الدار البيضاء. في نقطتين مهمين هنا يا استاذ ابراهيم. اه النقطه الاولى اللي هي ال 11 الانجاز التاريخي. ايوه تكتب اسم النادي، النادي بيكتب اسمه. بص بص اللقطه دي لان فيها معنى، ده طفل جاي من النرويج مع اسرته وجاي حاضر التمرين وعمال يقول الكاس يا اهلي. ده بص وبعد كده هتلاحظ ان الكابتن الخطيب بص بص هو حتى بيغني الكابتن الخطيب وهو في التمرين لفت نظره طبعا. فرح له قال له انا عايز احضر المباراه. خلى الكابتن سمير عدي بعد التمرين راح جاب له تذكره طبيعي مع اسرته طبيعي. بس بص بص بقول انا عايز احضر المباراه. لا لقطه بص جاي من النرويج. يعني انا احنا كنا الاهلي بيلعب في كاس العالم للانديه في اليابان، الاقي ناس جايه من استراليا على اليابان اهلاويه، وهو بيلعب في المغرب في اغادير في كاس العالم للانديه برضه في 2013 جايين من كل حته. يعني بقول لك في ناس دي الواحد ليه اصدقاء في فرنسا بيتواصلوا معايا بيقولوا عايزين يروحوا مش عارفين ياخدوا التذاكر. الحقيقه ده ده, ده يعني شاب يعني عايز اقول لك انه حماس بس كبير بس افريقيا يعني. خد بالك حماسه جاي من النرويج. هو ده حماس كل جماهير الاهلي يا استاذ ابراهيم. دي مش حاله نادره، ده الحاله الطبيعيه لجماهير النادي الاهلي. اي جمهور من النادي الاهلي لو هو مكانه وتحت للظروف انه يكون موجود هتلاقي بص الملايين موجوده. التذكره بص ما انا بقول لك كاميرا الاهلي الحقيقه موديه الجمهور كله للدار البيضاء. ده في التمرين الكابتن بعت لسمير عدلي. كابتن سمير عدلي اهو اهو جاي بيسلم عليه وبيديله التذكره اللي الراجل طلبها من كابتن الخطيب اهو. ادي التذكره في ايد المهندس. بس طبعا المهندس سمير هياخد رقم باسبوره ومكان اقامته. طبيعي النادي الاهلي ما بيتحركش عشوائي يا استاذ. يعني ده يا جماعه عشان كده بقول لكم انه كل المصريين اللي بيتواجدوا في المغرب وعايزين يحضروا المباراه بتذاكر من خلال النادي الاهلي يروحوا زي ما قلت لكم الى منطقه اوازيس مقر الرجاء، فيها مركز تدريب لنادي الرجاء البيضاوي لاستلام التذكره بموجب الباسبور المصري. علشان كده اعتقد كان المهندس خالد مرتجي عنده حق امبارح لما راحوا عينوا الملعب طبعا وشافوا مكان الجماهير. شافوا مكان الجماهير. انت حاطط الجماهير المصريه في مكان بعيد عن البعثة المصرية سواء البعثة الرسمية او المقاعد الجهاز. بيقول كان من السذاجة ان احنا نفكر ان الموضوع كل الموضوع من اوله لاخره مش مخطط ومش مدبر. ده كل حاجة معمول حسابها حتى مكان الجماهير. كل حاجة مخططة ومدبرة وانسحاب السنغال ادي التذكرة الراجل بعد ما استلمها. وانسحاب السنغال والتدبير لانسحاب السنغال كل حاجه معده. انت مش ملاحظ حكايه السنغال؟ طبعا هو في الاول قال لك حصل تصويت والمغرب كسبت بالظبط وقال لك 19-3 و19-6 والكلام ده كله. لو طلعت اثنين مسؤولين في كل واحد بعد كده هتكلموا كلام متضارب. قال لك اصل السنغال انسحبت. طب هي السنغال مش خسرت؟ طبعا يعني هل السنغال كانت موجوده في السبق؟ هي خسرت ولا انسحبت؟ لغايه 9 مايو طبعا. انت ده انت قايل لنا ان هي بص استاذ ابراهيم هو الموضوع كله برمته كده يعني موضوع سيء وموضوع غير جيد وموضوع غير مقبول وموضوع ما فيش انصاف وفي تحيز بشكل واضح. انا على فكره ما كانش عندي مشكله خالص اقبل ان انا العب المباراه دي يا خالد بالظبط العبها في الدار البيضاء اذا كانت محدده. بص برضو من ضمن الحفاوه المغربيه دول بتوع المدينه اللي الملعب عين السبع ده رئيس مقاطعة عين السبع وليد الحسينية أو يوسف الحسينية دي اللي هي المقاطعة اللي فيها أو ملكة للملعب العرب الزوالي اللي بيتمرن فيه الأهلي اللي الكابتن سيد عبد الحفيظ اختاره فالكابتن الخطيب بيكرمهم ويشكرهم لأنه دول للمرة الثانية يقدموا ملعبهم للأهلي عملوها مع ماتش الرجاء والمره دي مع النهائي بالظبط. واللقطه دي بتاكد يا استاذ ابراهيم ان احنا مشكلتنا مع الاشقاء في المغرب طبعا خالص. ما هو اخواننا المغاربه في عين السبع بيكرموك يعني وبيخصصوا لك ملعب يعني الرجاء بيقول لك تعالى وزع التذاكر من خلالنا من والوداد ناس محترمه الوداد جدا في يعني منتهى الوداد احنا بنتكلم حلوه احنا بنتكلم على الاتحاد الافريقي
يعني. لا طب بقول لك حاجه، خلينا بقى لخالد، انا عايز ارجع للاتحاد المصري. السؤال الاول، الاتحاد المصري ما جاوبتش عليه. اه السؤال ما جاوبتش عليه. اه اتفضل. السؤال اللي هو انا قلت لحضرتك في نقطتين هنا. أيوه. بالنسبه للجماهير. النقطه الاولى هي ان النادي الاهلي بيبحث عن التاريخ وكلنا عارفين الكلام ده كله. تمام. النقطه الثانيه تطبيق حرفي لكلمه جمهور، وده حماه بمعنى ان جمهور النادي الاهلي شايف ان النادي الاهلي ظلم من كل الاطراف. وبالتالي هو بيقوم بدوره، انا بحمي النادي الاهلي. انا عندي ايه الياتي اللي ممكن احمي بيها؟ كان عنده اليتين، سواء السوشيال ميديا بالهاشتاجات اللي غزت العالم وتصدرت العالم، رقم واحد، عملت لفت انتباه جامد، رقم واحد. رقم اثنين ان بكل ما اوتوا من قوه عايزين يحضروا المباراه بكل، في ناس بتقسط، عايزه تقسط وقسطت بالفعل الرحله ان هو يروح عشان يورى النادي الاهلي. هو شايف، هو مش فكره انك تحضر مع النادي الاهلي انك تحتفل، لان دي حاجه 50-50. هو فكره ان هو عارف ان صوته مهم ورا النادي الاهلي. لو كل الناس وقفت ضدك انا معاك، انا اللي دايما واقف في ظهرك. فعشان كده بتلاقي دايما جمهور النادي الاهلي بيسعى ان يكون موجود حتى في اخر الدنيا، وده شفناه في كل الاوقات. انا سافرت مع النادي الاهلي كتير وكنت بشوف الجمهور، وكنت بشوف الالتراس كان بيعمل ايه في كل اماكن. في الكاميرون كان بيروح يعمل ايه، كان في نيجيريا بيروح يعمل ايه، كان في اوقات صعبه جدا فيها السفر كنت بتلاقي جماهير النادي الاهلي ماشيه وراه من مصر، مسافره وراه من مصر عشان تقوم بمهمتها. فعشان كده دي كانت الاجابه بتاعه السؤال حضرتك، ليه جمهور النادي الاهلي عايز يروح بالشغف ده؟ مش عشان يحضر التتويج، ده حاجه ان شاء الله باذن الله تحصل، لا عشان هو عارف يقوم بدوره في دعم الاهلي، دوره في دعم الاهلي. بالدليل ان حد جاي من النرويج، يعني اكبر دليل على كده. حتى بيقول لك لو انا جاي لوحدي فانا جاي علشان ادي دوري تحت اي ظرف من الظروف، مش مهم اي حاجه ثانيه، مش مهم اي معوقات، لا سفر ولا بعد مسافه، طبعا مسافه طويله جدا عشان يقدر يوصل ويخش وياخد تاشيره ويجي يدور على تذكره. ده بيعمله جماهير كتير جدا، وهتشوف جماهير كتير جدا. انا متوقع ان جمهور الاهلي هيفاجئنا في ملعب محمد الخامس باعداد الاماكن المخصصه للنادي الاهلي، ان شاء الله هتكون والالف بمية مكتمله يعني. والالف بمية الالف بمية الالف بمية بمية دي البركه. اه طبعا. الالف بمية ولا المية بقال؟ لا الالف بمية ده عكس الالف بمية الف، الالف بمية الف، انا اقصد كده. بص ضاف الف بعد كده. الف الف انت كنت ادبي صح؟ لا لا اقصد، لا لا كنت ادبي، لا لا مش عارف الالف بمية ازاي، عمال احسبها مش جايه. لا 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 انا اقصد ان الالف بمية الف، الف النادي الاهلي بمية الف مما تعدون. اه طبعا. ده الفوتو سيشن بتاع الفرقه النهارده. جميل. في لجنه من الاتحاد الافريقي زارت مقر البعثه وعمل التصوير شخصي لكل اللعيبه والجهاز. طبعا عاملين ده يا جماعه مع الاهلي ومع الوداد، خلي كمان لان هم بيتعاملوا في الميديا بتاعه الكاف مع الطرفين. هو هيستخدم تسويقيا بالظبط، هيستخدم تسويقيا قبل المباراه برضه، ممكن بيستعينوا بيه، هيستخدم تسويقيا الفريقين يعني. طيب هاخدكم برضو الحاجه مع اللعيبه. اللعيبه هي في الفوتو سيشن ده جات لهم نتيجه قائمه المنتخب في نفس التوقيت. فجاه كله على الموبايلات اختيارات قائمه المنتخب، وكانت المفاجاه 11 من الاهلي اختارهم الكابتن ايهاب جلال، 11 من ال 44. ما هو لما يكون في 44 طبيعي جدا، ده رقم 11 ده عادي جدا بالنسبه للاهلي. طب الفرقه بتلعب نهائي افريقيا يا صبري. انت بتلعب، انا بلعب نهائي دوري ابطال افريقيا. طب انا بس بقول لحضراتكم اسماء اللعيبه اللي تم اختيارها. ده الفوتو سيشن بتاع الفرقه في الدار البيضاء النهارده، لكن وهم بيتصوروا جات لهم نتيجه الثانويه العامه بقى التنسيق بتاع الكابتن ايهاب جلال. كل الفرقه موجوده تقريبا يعني. فاختار لحراسه المرمى محمد الشناوي الاهلي، ومحمد صبحي فاركو، ومحمد ابو جبل الزمالك، ومحمود جاد انبي. في الدفاع خد دفاع الاهلي بالكامل، خد محمد هاني، وخد ياسر ابراهيم، وخد محمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم كان ناقص علي معلول، كان ناقص علي معلول. وخد ايمن اشرف كمان. خد عمر كمال عبد الواحد فيوتشر، عمر جابر بيراميدز، احمد حجازي اتحاد جده، محمود علاء الزمالك، علي جبر بيراميدز، الونش الزمالك، محمود مرعي فيوتشر، مصطفى الزناري طلاع الجيش، ياسر ابراهيم قلت لكم، احمد فتوح الزمالك، ومحمد حمدي بيراميدز. خد في نص الملعب، خد الديفندرز بتوع الاهلي حمدي فتحي وعمرو السوليه، وخد كمان امام عاشور من الزمالك، واحمد حمدي مونتريال الكندي، وخالد الغندور من الاتحاد السكندري، وخد حسين الشحات، وخد النني من الارسنال، ونبيل عواد دونجا من بيراميدز، ومهند لاشين طلع الجيش، ومحمد متولي كناري سموحه، ومحمد مجدي قفشه الاهلي،
ومحمد ابراهيم سيراميكا كليوباترا. في خط الهجوم خد احمد عبد القادر الاهلي وتريزيجيه بشاك شهير التركي ومحمد صلاح ليفربول ومصطفى فتحي التعاون السعودي واحمد سيد زيزو الزمالك وابراهيم عادل بيراميدز واحمد رفعت فيوتشر ورمضان صبحي بيراميدز وعمر مرموش شتوتجارت ومصطفى شلبي انبي واحمد عاطف فيوتشر ومروان حمدي سموحه ومحمد شريف الاهلي ومصطفى محمد جلاتا سراي التركي. ملاحظاتكم؟ ملاحظات. انا شايف ان كابتن ايهاب جلال رضى الكل، جامل الكل، ريح الكل، خد الكل. لاول مره اشوف مدير فني بيختار 44 لاعب قبل اسبوع او 10 ايام المباراه. القائمه دي هتتخفض اجباريا النهارده، يعني 26 يوم 29 او 30 مايو هيبقوا 25 لاعب. ففي لعيبه دخلت وممكن ما تتمرنش اصلا مع المنتخب بس خدت قيمه اسم شرف الانضمام للمنتخب الوطني. يعني انا يعني نفسي اجي التفسير لهذا. ممكن الكابتن ايهاب جلال يكون عنده في ذاكرته ان انا قوام المنتخب بتاع 40 او 50، حط اي رقم زي ما انت عايز، لكن لما تيجي تختار بتختار 23 25 تختار 30 كاقصى، لكن اختار 44 لاعب اعتقد ان ده يعني موسع الخريطه او موسع المساحه قوي، واشعر ان في نوع من انك بتمنح لاعبين كتير جدا صفه اللاعب الدولي وهم مش هيلعبوا دولي ولا هيكونوا موجودين معاك اساسا. يعني هو انا نادرا ما هتلاقيني اشكر في الكابتن ايهاب جلال، نادرا يعني نادرا خير. انا هو خلاص بقى بدا مهمته، انما كنت ضد من الاول بس خلاص هو بدا مهمته فله علينا حق الدعم. فانا شايف يعني وجهه نظر ثانيه، قد يكون هو بيعد اللعيبه الجديده دي وبيديهم دافع خليك مستمر على نفس المستوى ده، وانت ممكن يكون عندك فرصه انك تكون الفتره اللي جايه موجود في المنتخب. ومن الوارد ان هو بيجهز انه يعمل يعني جيل جديد، دماء جديده في المنتخب، تجديد المنتخب مطلوب وده طبيعي، من اللي ممكن ده يحصل، وارد جدا. ليه وجهه نظر برضو في موضوع لعيبه النادي الاهلي، لان في ناس خدتها في سكه طب ما هو كده هتحرم الاهلي من لعيبته في ماتش في فتره الاجنده استرن كومباني. وانا شايف ان وجود لعيبه النادي الاهلي في المنتخب قبل نهائي افريقيا دي حاجه معنويه محترمه جدا، كويسه جدا لعيبه المنتخب كويس. وكل واحد كان مستني يكون في المنتخب كان ذهنيا ولو لساعه هيتاثر انه مش موجود في معسكر المنتخب، مش موجود في القائمه. وبالتالي انا شايف ان اللعيبه لما جالهم القائمه، ودي معلومات برضو يعني بسيطه جدا، في لعيبه كانت بره الدايره، واحد زي احمد عبد القادر كان بره الدايره، واحد زي قفشه، واحد زي محمد شريف كان على اساس حسين الشحات كان بقاله فتره ما بيروحش بره الدايره، لعيبه ما كانتش موجوده، لعيبه اساسيه عندي في الفرقه هتلعب نهائي افريقيا. فلما يكون وهاني ما كانش بقاله فتره، محمد هاني ما كانش موجود بس ده كان للاصابه لانه كان مرشح برضو انه يروح. فلا انا شايف ان هو كده كده هي خد بالك يا استاذ ابراهيم، مش كل اللعيبه هتروح، يعني حتى لعيبه النادي الاهلي هيفضل في لعيبه من لعيبه النادي الاهلي هتلعب ماتش اسمه. هو واضح ان الراجل بيختار قاعده، يعني 44 هو بيوسع قاعده الاختيار، وعنده مباراتين يوم 5 مع غينيا والتسعه مع اثيوبيا في ملاوي. فعلى فكره طبيعي، يعني شايف مش هيسافر ب 44 مش هيسافر بكل ده زي ما الاستاذ محمد قال، هو هينتقل في لعيبه مش هتتمرن حتى من القايمه دي. بس اعتقد ان هي ممكن تبقى رساله انك تحت المنظار، يعني انت متشاف، انت مقدم اداء كويس، خليك زي ما انت، ممكن نحتاج فكره ان انا يبقى عندي قاعده باخد منها طبعاً. افضل من ان انا كل معسكر اختار من الكل بالظبط كده، وبوصل للعيب باخد بالك ان انا مهتم بيك، فانت لو عملت اداء استثنائي كمل على الاداء ده وما يكونش استثنائي، يكون اداء مستمر عشان تبقى عندك حظوظ انك تكون موجود في المنتخب. ده كلام مهم جدا. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل هنشوف مع الصديقين العزيزين محمد القوصي وخالد الاتربي ايه اللي بينتظر الاهلي غير ال11 مساء الاثنين ان شاء الله. اهلا بحضراتكم من جديد، وهذه التغطيه الخاصه للحدث المهم مساء الاثنين. ويا لها من لحظه تاريخيه، لحظه تاريخيه كبيره جدا، لحظه تاريخيه مهمه جدا، لحظه تاريخيه ماموله ومرتقبه ان شاء الله. الاهلي مش بس على موعد مع اللقب باذن الله تعالى ال11 في دوري الابطال او الثالثه على التوالي، لكن ثمت حزمه ارقام قياسيه عده في تنتظره في حال تتويجه باللقب ان شاء الله. اوصي انت راصد الحزمه الاقتصاديه. ده حزمه باذن الله. يعني لما يجي لنا القمر رقم 11. أيوة. الاميره رقم 11 باذن الله. وتدخل في الكوشه بتاعت الاهلي. اوبا. متزينه منوره كده للنادي الاهلي باذن الله، يعني ان شاء الله. متفائلين دايما
يعني الاهلي بيكون عنده حسن ظننا وثقتنا فيه كبيره يعني، فانت هتفوز باذن الله بالرقم 11 وده هيكون اكتر من ضعف اقرب منافس ليك. يعني اقرب اثنين منافسين ليك الزمالك ومازنبي، كل واحد عندهم خمسه، انت تبقى 11، ده انت معدي الضعف كمان بست القاب، حاجه يعني عظيمه جدا. انت رحت يعني للحته الثانيه، رحت للحته الثانيه خالص، انت في حته ثانيه خالص، بعيد ثاني خالص يعني، في مستوى ثاني خالص. ان شاء الله الرقم ده هيوصلك ل 25 رقم قاري، المنافسه اللي بينك وبين ريال مدريد. ريال مدريد 26 قبل ما يلعب النهائي باذن الله، صلاح يفوز باللقب ويقف هو عند 26، لان ريال مدريد لو كسب اللقب ده كابتن خالد هيخش على السوبر وعلى كاس عالم انديه. تقصد ليفربول لما يفوز باللقب؟ صح، بقول لك، لا بقول لك لو ريال مدريد كسب يعني هيبعد، لكن ان شاء الله نتمنى فوز ليفربول علشان لكل الاسباب، لكل الاسباب لمحمد صلاح وللاهلي. ايوه، فهيبقى عندك 25 لقب، هو 26، وتاخد السوبر باذن الله، تبقى الدنيا كويسه بالنسبه لك. لاول مره حد يوصل ثلاثه فاينل ورا بعض، 20 21 22، لاول مره فرقه توصل خمسه فاينل في 6 سنين، ما حصلتش حقيقه. رقم هيبقى رقم قياسي مقبول، لاول مره رقم قياسي باذن الله لما الاهلي يفوز الثالثه على التوالي، ما حصلتش على الاطلاق. اعلى حاجه يمكن الاهلي عملها قبل كده ان فاز بيها مرتين، مازيمبي عملها، انيمبا عملها، اكتر من فريق عملها، لكن ما حدش عمل الثلاثه دي. الاهلي ان شاء الله بنامل ان ربنا سبحانه وتعالى على التوالي، على التوالي، ما هو ثلاثه على التوالي دي يعني. يعني قبل كده الاهلي خد ثلاثه في 4 سنين مع مانويل جوزيه من 2005 لغايه 2008، 5 و6 قلشت 7 خدت 8 بالظبط، خدتهم لو كنت خدت دي كانت هتعمل ريكورد تاريخ وعالمي يعني. دي ارقام مهوله بتنتظر الاهلي ان شاء الله انه يحققها باذن الله. هتتاهل لكاس العالم للانديه للمره الثامنه، وده رقم عظيم جدا يعني. ما فيش غير اوكلاند سيتي اللي هو في الاوقيانوس، وده ليه ظروفه، بيطلع كل سنه في كل الاحوال بدون اي حاجه، حاجز لوحده بالظبط، حاجز لوحده. فانت من بين كل قارات العالم انت بتوصل 8 مرات يعني، ان شاء الله ونحقق نتجاوز البرونزيه باذن الله. ان شاء الله دي احلام وطموحات، ان احنا ده املنا في النادي الاهلي وده تفاؤلنا. وده عندك هيبقى عندك السوبر الافريقي، هتوصله للمره 11 بتلعب سوبر افريقي، فزت انت لعبت 10 قبل كده، فزت ب8، نامل ان ربنا يكرمك وتفوز بيه فيديك رقم تاني ويديك جوار تاني. بالاضافه ان دي ارقام للنادي الاهلي، ففي رقم مهم جدا لموسيماني، ان موسيماني لو كسب البطوله دي هيتساوى مع مانويل جوزيه في عدد 4 بطولات، لان موسيماني واخد بطوله مع سان داونز وبطولتين مع النادي الاهلي، ادي 3 بطولات. اعتقد ان هو لو كسب كده باذن الله هيبقى 4 القاب كسبها، وهيبقى المدرب الوحيد في افريقيا اللي خد 3 كده يعني. كابتن حسن شحاته على مستوى المنتخبات، وموسيماني يبقى على مستوى الانديه بيحقق الارقام دي، فارقام كبيره جدا وارقام عظيمه جدا بتنتظر النادي الاهلي ان شاء الله. ده غير المكاسب الماليه الكبيره جدا اللي كلها الاعظم من كل هذا ومن المكاسب الماديات، المجد الذي ينتظر النادي الاهلي، والتاريخ اللي بينتظر النادي الاهلي، والارقام اللي بتحط النادي الاهلي على قمه التصنيف الافريقي اللي هو 101، واللي تحتيه بارقام بعيده جدا يعني 101 نقطه لغايه دلوقتي في تصنيف نادي القرن ال21، وبيسبق اقرب منافسيه ب 20 ب 30 نقطه. اقرب منافسيه ولا اقرب يافطه منه؟ لا اقرب يافطه، ما فيش يافطه خالص، يافطه دي مش يعني موجوده. يعني انت خلصت القرن ال21، القرن اللي احنا فيه ده خلاص كده، خلص خلص، لسه في ناس بتتكلم، احنا هنفكر في الاثنين، لسه في ناس بتتكلم في اللي فات، بقول له كده بيتفوق على اقرب يافطه. ده لسه في ناس كده بتتكلم في اللي فات. طيب خالد القصي وهو بيشير لكل هذه الارقام القياسيه اللي الاهلي بينتظرها، والرقم المجد الشخصي لبيتسو موسيماني، برغم ما يحققه موسيماني في هذه البطولة ومع الأهلي، إلا أنه أنت شايف موقف الإعلام المصري منه إيه، وأداء المشهد الإعلامي مع الفاينل مع الأهلي إيه؟ ده بص إيه، لمست الجرح أنا؟ ده هو ما يتسألش على الصحفيين إلا صحفي. يعني أنت ضغطت على الجرح، ضغطت على الجرح جامد قوي يا أستاذ إبراهيم، لأن الفكرة كلها النادي الأهلي يعامل في كل الدول، في أي إعلام في العالم، معاملة البطل المتوج، معاملة النادي صاحب التاريخ وصاحب الإنجازات وصاحب كل شيء. يعني أنت الأستاذ أوصي هو بيتكلم على الأرقام القياسية، انت لا شيل كلمه القياسيه، قول الارقام الاهلاويه بقى، لان خلاص النادي الاهلي قالها بيتسو موسيماني وما كانش مغرور وهو بيقولها، قال لك النادي الاهلي بينافس نفسه والارقام بتقول كده. الارقام بتقول انك بتكسر ارقامك انت مش ارقام حد، وبالتالي لما انت تكون كل المشاكل اللي انت تدخلها دي، النادي الاهلي دخل مشاكل
كبيرة جدا مع الاتحاد الأفريقي الفترة الماضية. لم أجد من الإعلام المصري أي مساندة على الإطلاق، بل بالعكس لم أجد منه إلا استخفاف وتريقة ومساندة للجانب الآخر. وصل بالبعض منهم إلى استضافة أو استضافة بعض الإعلاميين المغاربة اللي تطاولوا في بوستاتهم وفي كلامهم على الكابتن محمود الخطيب نفسه، وبالتالي أنت بتحس إن الناس موجودة في مكان تاني غير المكان اللي أنت موجود فيه. برغم إن هي برامج مصرية في قنوات مصرية. وكأن النادي الأهلي ده من مكان تاني، وكأن النادي الأهلي أنا ما بحبش أحط المقارنات أبداً أبداً. إنما بص يا أستاذ إبراهيم على مثلا لو بنتكلم في الدوري، بص على الاستوديو التحليلي بعد كل مباراة للنادي الأهلي وعلى الاستوديو التحليلي بعد كل مباراة لنادي الزمالك، الوضع مختلف تماما تماما. حتى وإن فاز النادي الأهلي، حتى وإن فاز النادي الأهلي في كل الاستوديوهات الأخرى، يعني النادي الأهلي كسب 4-0 وفاق الصيف نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بتلاقي الناس بتقول لك ده بيتسو موسيماني أهدر فوز بالسبعه وبالثمانيه. هو في كده في الكورة؟ هو في كده في النقد؟ هو في كده؟ هو في عقل كده؟ مفيش عقل كده، انما هو يعني غرض. الناس ما بتتكلمش بشكل فني، محدش قال ان النادي الاهلي كسب 4-0 مباراه الذهاب، ودي نتيجه او نتائج نادرا ما تتكرر ولا يفعلها الا النادي الاهلي. وصل بالناس مرحله ان هم يقول لك ان النادي الاهلي الدوري اقوى من بطوله دوري ابطال افريقيا. هل في عقل؟ هل في ما هي نفس الاصوات يا خالد اللي كان بتقول الدوري المصري فقد التنافسيه واضعف دوري في العالم، على الرغم برضو ان النادي الاهلي هو اللي واخد 42. على الرغم برضو هو النادي الاهلي هو يعني لو هو اقوى من افريقيا فانا الاقوى برضو، لو افريقيا الاقوى فانا الاقوى برضو. انت عايز توصل لايه؟ ما هو في الاخر برضو انا الاول هنا وانا الاول هنا، وبالتالي انت لو قللت من اي واحد فيهم انت بتقلل من نفسك. لو انت بتتكلم وتقول كل بطوله ليها قيمتها، ان المنافسين خرجوا من اسهل بطوله، طب ما انت بتقول لنفسك ما انت خرجت من اسهل بطوله، اذا انت مستواك ما جابش مستوى اسهل بطوله. وبالتالي انا بتكلم في الاعلام نفسه، الاعلام نفسه. هل الاعلام تعامل مع النادي الاهلي انه عنده ازمه مع اتحاد قاري؟ بالطبع لا. بالطبع لا، عايز حد يتكلم الا ما نظر. وكمان بتبقى مقاطع من بعض الناس بتبقى يعني فكره ان هو اثبات تواجد ان انا واقف مع النادي الاهلي. انا مثلا يوم كامل ببرامجه بمذيعينه بالاستوديوهات التحليليه بتتكلم عن حق النادي الاهلي وازاي النادي الاهلي يعني اعلام لا يحتفي بنجاحات الاهلي. لا، هو زعلان من نجاحات الاهلي. زعلان مش لا يحتفي ده. هو هم معديين المرحله دي بكتير قوي قوي يعني. هو بيغضبهم النادي الاهلي، نجاح النادي الاهلي ده واضح، عشان بس ما حدش يقول لي انت بتتجنى او جاي. افتح بعد كل فوز للنادي الاهلي هتلاقي، اتفرج وشوف بس كده. طيب نشوف بقى الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره اللي الحقيقه مطلع بدور كبير جدا في تجهيز كل اجواء الفريق وفرض الاستقرار والتركيز على المعسكر في الدار البيضاء، مع الزميل فاروق صلاح نشوف اخر انطباعات سيد عبد الحفيظ. كل التحيه لكل مشاهدينا مشاهده ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. لا صوت يعلو فوق صوت مباراه نهائي دوري ابطال افريقيا، المباراه اللي هتجمع ما بين الاهلي والوداد على مركب محمد الخامس هنا بالدار البيضاء. استعدادات مكثفه لفريق النادي الاهلي بيجريها طبعا، وتدريباته على ملعب العربي الزولي. عشان نتكلم في عن الامور بصوره افضل، يسعدنا ان يكون معنا في هذه الاثناء الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. كابتن سيد، برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي. لا صوت يعلو فوق صوت مباراة النهائي الأهلي والوداد، طمنا وطمن كل الجماهير على آخر استعدادات فريق النادي الأهلي لهذه المباراة. يعني طبعا الحمد لله كان الأمور ماشية الحمد لله كويسة، يعني بإذن الله تعالى يكون يوم الاثنين إن شاء الله الرحمن الساعة 8 هنا في المغرب 9 في توقيت القاهرة إن شاء الله الرحمن نكون عند حسن الظن، ونكون بإذن الله جايين بنفس التركيز والتوفيق ان شاء الله الرحمن يكون حليفنا بإذن الله. كابتن سيد، قلت كلمة في غاية الأهمية، مباراة لعيبة، شخصيات لعيبة، دوافع حضرتك للكلام اللي تتكلمه مع اللعيبه، لان رسائل حضرتك اكيد بتوصل للجمهور وبتوصل للعيبه النادي الاهلي. بس هو فاينل افريقيا، يعني بطوله بدات السنه دي تحديدا من 16/10 من مباراه سورينتيب بطل النيجر، يعني داخل في قد ايه دلوقتي؟ بتتكلم في حوالي 7 شهور يعني ما بين مباريات وما بين دوري مجموعات وما بين مباراه الرجاء ثم وفاق الصيف ثم بتختمها بالوداد. مش هتكلم كتير على الاحداث بتاعت المباراه واقامتها، لكن في النهايه انت جايب شخصيتك جايب اسمك، ما تهتزش لحظه واحده، تلعب مباراه فاينل يكون التوفيق حليفنا. والمباراه اللي هي
ذات طبع خاص ديت بتبقى احداثها هي اللي بتفرق. يا رب ان شاء الرحمن الاحداث تكون في صالحنا باذن الله تعالى. بشكر كل واحد في المنظومه ادى دوره على اكمل وجه، كله محدش ابدا قصر في اي حاجه. الدنيا كلها ماشيه بشكل كويس، كل واحد قام بالدور اللي عليه، حتى الجمهور اللي جاي والناس بتكلمك من بلجيكا ومن امريكا ومن استراليا ومن الامارات ومن قطر ومن كل مكان في في في, في العالم، الكل بيبقى بيسال يعني يشتري التذاكر منين. هي التذاكر موجوده، يعني كل التذاكر موجوده في مركز تدريب الرجاء هنا في الدار البيضاء، يعني كل الدنيا ميسره الحمد لله. كل واحد جه وكل واحد فكر ان هو يجي وكل واحد حتى ما جاش انا بشكره طبعا، لان انت في الاخر يعني عارف كويس قوي اهميه اللقاء. احنا ان شاء الله الرحمن باذن الله يكون عندنا برضو نفس الـ 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 الرغبه ديت، ان شاء الله الرحمن نكون عند حسن الظن من اول ثانيه لصفاره الحكم، ما تهتزش لحظه ايا كانت النتيجه وايا كانت احداثها. انت جاي وانت بتلعب خامس فاينل في سادس سنه، يعني من 17 من 2017 لحد دلوقتي انت ما غبتش على الفاينل غير في 2019 17 و18 و20 و21 و22. ان شاء الله الرحمن نعبر عن نفسنا، نعبر عن نادينا، نعبر عن تاريخنا ان شاء الله الرحمن بشكل كويس ان شاء الله. اجتماع حضرتك مع الكابتن محمود الخطيب قلت كلمه مهمه، قلت مع صفاره الحكم خلاص الامور بتتساوى 50-50، وايضا اتكلمت على دور جمهور النادي الاهلي وكنت بتاكد على هذا الامر، وجود الجمهور حتى لو بعدد قليل بيبقى رساله قويه جدا للكابتن. والله يبقى عدد كويس وعدد كبير، احنا 50% من بطولاتنا العشر اساسا واخدهم بره مصر اساسا، يعني 82 اول بطوله انت واخدها في كوماسي، حتى اخر بطوله واخدها هنا من المغرب، 82 واخدها من كوماسي، في 2006 واخدها من صفاقسي فرادس، و2008 واخدها من جرى ومن القطن الكاميروني، و2012 من الترجي في فرادس، و2021 واخدها من هنا من المغرب، يعني 50% من اصل المجموعه البطولات كلها واخدها من بره. هي مباراه بس يعني اخر نسختين واخر ثلاثه من مباراه واحده، لكن في النهايه ان شاء الرحمن باذن الله نعبر عن تاريخنا، نعبر عن نادينا، نعبر عن اسمنا ان شاء الرحمن، كل واحد يقدم مباراه كويسه باذن الله. بعد مباراه الرجاء قلت رسالة مهمة جدا لعبت النادي الأهلي، قلت لهم عندنا 90 دقيقة من نار في المغرب اللي خايف ما يجيش. الرسالة اللي هتقولها النهاردة للعيب النادي الأهلي وانت مقبل على مباراة أعتقد مباراة تاريخية للنادي الأهلي. احنا بنلعب الوداد، الفرقة كويسة جدا، أرقامها السنة دي مختلفة عن كل سنة اللي فاتت، عندها جهاز فني محترم، عندها لعيبة محترمة بالتأكيد، لكن في النهاية هي مباراة فاينل، أحداثها إن شاء الرحمن تكون موفقين فيها بإذن الله، وإن شاء الرحمن نختمها ممكن تمتد ل 120 دقيقة، أنت ما تعرفش يعني لسه مش 90 دقيقة بس، يعني بغض النظر عن أي شيء أنت جاي زي ما قلت كده بإذن الله، بإذن الله تعالى نكون تركيزنا حاضر ونكون شخصيتنا حاضرة بإذن الله. أخيرا عايزين نطمن على محمد عبد النبي كابتن سيد. لا محمد صعب جدا، صعب يعني يلحق، لكن الحمد لله السولية وديانج وحمدي فتحي الحمد لله الأمور كويسة الحمد لله. شكرا كابتن سيد وبالتوفيق إن شاء الله بإذن الله. يا رب شكرا. أعزائي المشاهدين ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان، ده كان لقائنا مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، كلام مهم جدا يعني عن استعدادات فريق النادي الأهلي، يتبقى إن شاء الله التوفيق ربنا سبحانه وتعالى ويوفق فريق النادي الأهلي في العودة من المغرب بكأس البطولة بإذن الله. شكرا للزميل فاروق صلاح. كابتن سيد عبد الحفيظ عنصر مهم جدا في المنظومه طبعا، لانه كمان في السفريات بيرتب وبيظبط، وكان له تصريح مهم جدا قال لك انا من البدايه قلت للاعيبه اللي خايف ما يجيش معانا. طبعا هو دايما هو في روح النادي الاهلي، شخصيه النادي الاهلي ودايما بيحاول يزرعها في اللعيبه دايما في وقت ما يكون محتاج انه يعزل الفريق بيعزله، عارف بيعزله ازاي، عارف اجراءاته بتبقى عامله ازاي، متمرس خبره، بيعرف حتى يتكلم في الاعلام ازاي، وخاصه في حته الاعلام دي بتزعل الناس منه كتير قوي لانه بقى بيتكلم بالحجه وبالارقام وبيتكلم بالوقائع. صحيح. عشان كده بتلاقي فيه اهم حاجه في الشخصيه اللي بتتعامل معها انه يكون مقنع ليك. ايوه. لو مقنع ليك وانت شايف انه نجم مهما كنت لابد انك تسمع، لابد انك تمشي على التعليمات اللي هو عايزها. بص اللعيبه لما الوقت لما بيكون فيه مكافئات او اجاده اللعيبه عارفه الكابتن سيد والنادي الاهلي هيعمل ايه، وعارفه لما بيكون الكيرف نازل عارفه برضو الكابتن سيد والنادي الاهلي بيعمل ايه. اذا هو له دور لا يقل عن دور بيتسو موسيماني او يمكن ولا يقل عن دور اي حد موجود، كمان دوره الجماهيري وهو مرتبط ومتشعب في كل شيء. كابتن سيد عبد الحفيظ جزء لا يتجزا من شخصيه النادي الاهلي، هو واحد من الناس اللي رسخت شامل واحد من الناس اللي رسخت شخصيه النادي الاهلي، وده مهم على فكره. لان في شخصيات مهمتها على مدار التاريخ ان هي بتوضح شخصيه النادي الاهلي، يعني ايه، يعني ايه شخصيه البطل، يعني ايه روح البطل، يعني روح الفانيلا الحمراء. واحد من ضمن ابطالها على مدار التاريخ هو الكابتن سيد عبد الحفيظ، ده حقيقه يعني. طيب يا قصي، سيد عبد الحفيظ قال لك احنا نص عدد بطولاتنا جبناها من بره، ودي شخصيه البطل اللي خالد كان بيتكلم عليه. انت شايف يعني مع اهميه الدعم الجماهيري الا ان انت فعلا
نص علقه بجيبها من بره مصر. صحيح. يعني في الاول عايز يعني اقول تشبيه كده على سيد عبد الحفيظ بشكل عام، استكمالا لكلام الاستاذ خالد، ان سيد انا شايفه بمثابه سد منيع للنادي الاهلي، شايفه هو في نفس يعني حائط صد وفي نفس الوقت قاعده لاطلاق الصواريخ. واخد بالك من تشبيهاته النهارده؟ واخد بالك؟ يعني في الاول ابو حلموس ودلوقتي سد وقاعده صواريخ، لا ده جاي رايق. والكوشه والفرح. جاي رايق. أيوة. والكوشه والفرح. الحقيقه يعني من الـ من الـ من الشخصيات العظيمه اللي بتلعب دور كبير جدا في احراز بطولات النادي الاهلي الحقيقه في الفتره الاخيره، وبيأدي دوره بكفاءه عاليه واثبت كفاءه الحقيقه منقطعه نظير. سيد عبد الحفيظ تحيه ليه. ومهما تعرض لانتقادات ولهجوم عنيف جدا بيظل ثابت مفهوم مصدرها وسببها طبعا، ودايما حتى لما بينتقد وبيوجه صواريخه بادب وقيمه واحترام تصيب الهدف دون ان يتجاوز او يخرج عن النص او تخرج منه الفاظ خارجه تجاه حد يعني. فتحيه ليه. بيعجبني ذكائه وسرعه البديهه عنده وسرعه الرد عنده والتعبيرات اللي بيعملها. تشعر ان سيد ليه مدرسه في التعبيرات كده، بيستنسخ جمل والفاظ محدش يعرفها. يمكن من ابرز الحاجات اللي عملها ميكروباص المحور، لو فاكرين حاجات من هذا القبيل يعني. ميكروباص المحور فعنده كان تشبيه دقيق يعني. شايف شغال النهارده. الغزاله رايقه. ان الاهلي دايما بره يعني، الاهلي عامل بره 43 انتصار، وده اعلى فريق في القاره الافريقيه اللي بيساويه الوحيد الترجي التونسي. يعني الاهلي عامل 43 انتصار خارج الارض والترجي 43. باذن الله الاهلي سينفرد بهذا الرقم 44، وده هيبقى رقم قياسي جدا للنادي الاهلي جديد ان يتفوق على كل الانديه الافريقيه. دايما الاهلي بيلعب بشخصيه البطل، ودايما ياما قلنا هاتوها من بره. هاتوها من تونس. هاتوها من مرتين واحنا جاروه قالوا انهم خلاص هاتوها من رادس. هاتوها من رادس. هاتوها من جاروه في الكاميرون. اي حته هتجيبوها، ورحت جبتها عن جداره واستحقاق من كل وقت. وفي اوقات كتيره جدا بتعمل نتائج هنا غير مرضيه وتروح تعوض هناك بشكل كبير جدا. المباراه دي ان شاء الله تكون هاتوها من محمد الخامس، هاتوها من كازابلانكا، هاتوها من كذا بقى، هاتوها من كذا عشان نبقى جبناها كذا مره. ايوه شفت ها؟ شفت الروقان بيدي منشطات. طبعا ان شاء الله هتيجي يعني. الميزه هنا انك لما بتقول هاتوها من المكان الفلاني انت ما بتقولش كلامه خلاص يعني. انت بتصيغ مناخ، انت بتقولش تصريح وخلاص. لا انت عملتها قبل كده يعني 50% من القابك من بره. هو بالتالي لما تقول للعيب دي الاقتناع بقى اليقين بقى انك بتقول له يلا ما حصلت. حصلت حصلت يعني كتير وانت عملتها. هو دي على فكره، برافو عليك، هو دي قيمه السند التاريخي. بالظبط. ازاي التاريخ بتاعك يكون سندك قوي. بالظبط. ان انت ما بتقولش حاجه في الاحلام ولا في الاوهام يعني. لا انت بتفكر، مش هتيجي تتكلم وانت بتتكلم مع العيب بيقول لك انت بتقول ايه. ايوه يعني صعب قوي. لا صعب قوي. لا طب ما حصلت، انت نفسك عملتها يعني. أيوة. انت كلعيب وجيل ده انت عملت الكلام ده. كانت الشخصيه، ولو شفنا الشخصيه اللي قاعد اضرب لكم بيها مثل عالمي في ريال مدريد. لما كان بيتاخر بيلعب في ملعبه ومان سيتي كسبانه في ملعبه وبيجي فيه جون وفي دقيقتين بيرجع تاني شخصيه البطل، بيرجع اكتر من مره شخصيه البطل وتاريخه المستند. ماتش امبي خلص، ماتش امبي خلص دي 94، في استوديوهات كامله دي 94 نتيجه 1-0. في استوديوهات كامله. انا قمت اطلع البلكونه خلاص الماتش خلص، ببص لقيت النتيجه 2-1. على فكره كتير جدا ما شافوهاش. انا بتكلم في دقيقه 93 قمت، مع ان النادي الاهلي معودنا يعني دي شخصيه البطل. مين اللي بيلبس الفانيلا، مين اللي بيلعب، مين اللي في الملعب، بتلعب مع مين، بتلعب ضد مين، ده النادي الاهلي. في سيرهات كامله وناس كامله على السوشيال ميديا سخرت وقتها كامل علشان تثبت ان مفيش حاجه اسمها شخصيه البطل. في شفت ده وسمعت ده. شخصيه البطل دي بتلاقيه في زي ما الاستاذ محمد اتكلم على ريال مدريد، على السيتي عملها على فكره، هو بطل في مؤخرا. أيوه. في الدوري الانجليزي لو بنتكلم برضه السيتي عملها. أيوه. لما كان خسران 2-0 من استون فيلا في الجوله الاخيره. الكامباك شخصيه بطل، شخصيتك انت بتعمل ايه، فانت عملت قبل كده ايه. طيب. ولما تيجي تتكلم مع لعيبه انت لمست جزء مهم، وفكره مراكمه الخبرات في فريق زي ده هي اللي بتخليك بتستدعي ده وقت الظرف. بالظبط. وجود الكابتن الخطيب بقيمته كلاعب من الجيل اللي جاب اول بطوله افريقيه في اصعب مواجهه خارجيه كانت في كوتوكو. نعم. 82. اطلاع الكابتن الخطيب برغم كل ظروفه مع كل بعثه مهمه، انتوا شايفين تاثير ده ايه؟ لانه اجواء البعثه واضحه انك باستمرار هتلاقي الكابتن خطيب باستمرار عنصر مؤثر في المشهد. يعني اعتقد ان دايما الكابتن الخطيب
النقاط الصعبة جدا والمحطات الصعبة جدا والمباريات العصيبة على النادي الأهلي بيتصدر المشهد ويكون موجود فيها. أيوة. دي ميزة وميزة ومهمة القائد رئيس النادي اللي في أحلك الظروف ما بيسيبكش. أيوة. ما بيبعدش عنك، يبقى هو اللي متصدر المشهد وهو اللي موجود وهو بيتحمل معاك الصعوبات بيتحمل معاك الظروف وواقف معاك سبورت، بيوصل رسالة إن النادي الأهلي كله وراك. رئيس النادي الاهلي موجود واعضاء مجلس الاداره موجودين، اعتقد ان دي لقطه مهمه جدا. والاهلاويه المصريين والمغاربه يعني. واللي رايحين هتلاقي باستمرار مستقبلهم بالحفاوه طبعا. بيعمل اجواء حلوه حوالين الفريق يعني. هو وبيهدي تيشيرت الاهلي ليهم يعني، يعني انت طبعا. هتلاقي في ود، في ود ووداد. هو مش عايز ابان ان انا بجاوب اجابه فلسفيه بس دي حقيقه. حقيقه في ايه؟ احنا شفنا مؤخرا على فكره وده كان ملحوظ ان بعض الناس بتقول هو ليه الكابتن محمود الخطيب بقى ملاصق او موجود كتير مع الفرقه السنتين الاخرانيتين او الثلاث سنين اللي في الاخر دول. ما هو الفكره كلها لو انت بتقيس الموضوع بالاهميه، فالنادي الاهلي مر الثلاث سنين اللي فاتوا دول باخطر واهم ثلاث سنين على يمكن على مدار تاريخه على فكره، من صعود وهبوط وأوقات لابد فيها من تدخل، لابد فيها من وجود قائد، لابد وجود فيها من أب روحي زي ما بيقولوا. وبالتالي على قد المطبات على قد أنك تكون موجود. ولو حبينا نعد المطبات الصعبة اللي كانت موجودة في الأوقات اللي فاتت كنت هتلاقيها كتير. الدوري السنة اللي قبل اللي فاتت على ما أعتقد اللي كل الناس قالت النادي الأهلي السنة اللي قبل اللي فاتت أو من ثلاث سنين تقريبا اللي كل الناس كانت بتراهن الأهلي بره، والنادي الاهلي اخذ البطوله اخذ الدوري لما في طبعا في المشاكل. هتشعر فعلا انك وجود واحد زي كابتن خطيب بقيمته وتاثيره بيعوض فكره غياب الجمهور في المدرجات. الهلال السوداني لما التأهيل هو النفسي. اللي كان بادر لما كان الهلال بس اعتقد محتاج انه يكسب على ارضه. أيوة. ويصعد، واحنا كنا محتاجين احنا نتعادل في ظل الظروف الصعبه كان موجود. اذا هو بيبقى موجود في المطبات الصعبه ويا ما كانت المطبات صعبه موجود معانا في وقت الظروف الصعبه طبعًا. يعرف الرجال طبعًا. الوداد سريعا، الوداد عمل حاجه غير متوقعه يعني. الطبيعي ان هو يبقى موجود قرب الملعب وفي كازابلانكا بتاع، خد الفرقه وراح لمدينه اسمها سلا. لو حد يعرف حاجه في المغرب المدن المغربيه كان اسمها المعموره سابقا. سلا دي جنب الرباط تقريبا بتبعد 100 كيلو عن كازابلانكا. ومش هيسافروا الا صباح يوم المباراه يعني يوم الاثنين الصبح عشان يرجعوا. الفرقه مكتمله، يمكن كان ابرز لاعب فيهم زهير المترجي يمكن كان عنده بعض الاصابات لكن تمام وجاهز للمباراه واتمرن بقاله ثلاث ايام واتمرن. ويمكن حتى الصفحه الرسميه للاتحاد الافريقي كانت عامله مقارنه بين المترجي وبين بيرسي تاو كارقام باهداف واسيست ودقائق وبتاع. الحقيقه ارقام بيرسي تاو كلها متميزه ومتفوقه اعلى منه، لكن هو لاعب مميز جدا وخطير جدا الحقيقه جدا. تقريبا صفوفهم كلها مكتمله، ما فيش غيابات عندهم، في تركيز شديد جدا. لفت نظري تصريحات وليد الركراكي اكتر من مره يطلع ويعمل لك حاجه زي عمليه تنويم مغناطيسي باصدار تصريحات ان احنا لو فزنا بالبطوله تبقى معجزه. هو اتعلمها من موسيماني برضه ده هذا بهذا الشكل يعني. بس على مين؟ لا يعني، لكن طبعا موسيماني ودن من طين ودن من السمعه. قالوا دي بتاعتي انا بابا. ايوه الحقيقه، لكن هم جاهزين. اداره نادي الوداد رصدت 15,000 دولار لكل لاعب في حاله الفوز بالكاس. ان شاء الله فلوس ما تتوفر. عشان احنا حاسين بالالم مش كده؟ كنا سعداء جدا صديقي العزيز والصحفي المدفعجي خالد الاتربي. شكرا ليك. ده شرف ليا يا استاذ ابراهيم. شكرا ليك ومتميز ومتالق دايما. اشكرك وكنت مبسوط تاني ان انا موجود مع حضرتك. ربنا يخليك. الناقد الرياضي الروقان قوي محمد القوصي، شكرا ليك. ربنا يخليك يا استاذ ابراهيم، وسعيد ان انا موجود معاك. والحقيقه نتمنى ان احنا نكون ضيوف خفوف عليكم وعلى جمهور الاهلي الجميل اللي ان شاء الله يفرح باذن الله يوم الاثنين. ان شاء الله باذن الله تعالى. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل الفقره الفنيه بقى، هنشوف الكابتن الكبير عادل طعيمه والكابتن الكبير علاء ميهوب في نظره فنيه على النهائي المرتقب. بس هنشوف دلوقتي مع فاروق صلاح لقاء مع احد المشجعين اللي بيتوافدوا على الدار البيضاء لمؤازره الاهلي. هنشوف اللقاء لفاروق صلاح ومنه لفاصل، وبعد الفاصل نستقبل النجمين الكبيرين.
كل التحيه لكل مشاهدينا مشاهده ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. دايما صوت جمهور النادي الاهلي مسموع، واحنا اثناء توجهنا لاداء التدريبات على ملعب العرب الزولي بالامس واقف مشجع مصري بيرافع علم مصر بيشجع النادي الاهلي وبيتكلم على النادي الاهلي. الكابتن محمود الخطيب يعني لفت نظره وجود هذا المشجع اللي اصر على تكريمه هنا في مقر اقامه فريق النادي الاهلي واهدائه تيشيرت النادي الاهلي. خلينا نرحب بيه على شاشه قناه النادي الاهلي. اعتقد لحظه من اللحظات الغاليه وجود الكابتن الخطيب وحرصه ان هو يكرمك ومعاك اغلى حاجه بالنسبه لها هو قميص النادي الاهلي. اولا اهلا وسهلا بفريق الاهلي كله، منور المغرب بلده الثاني، ودي فاميليه الاهلي خدتها عودتنا عن حاجه كتير في الغربه. الاهلي بيعودنا عن حاجات كتير جدا في الغربه. انا كان نفسي في حاجتين، يعني وحشتني والدتي وحشتني مصر، وكان وحشني ان انا اخد فاميليه النادي الاهلي. عايز اسالك بالامس انت الوحيد اللي واقف بتشجع، عارف دخول الفريق للملعب، قول لي الفكره جت ازاي ونظمتها ازاي بالنسبه لك؟ الفكره ان اصلا لما بيجي الاهلي هنا في اي وقت انا بكون معاه. تمام. اي وقت بيكون الاهلي هنا في المغرب بعرف فين بروح في الفندق. حتى لوحدك؟ لوحدي. انا امبارح الحمد لله كان صوتي في ملعب لوحدي، حسيت ان هو كان صوت 100,000 اهلاوي مش صوت واحد اهلاوي، كان 100,000 اهلاوي موجودين امبارح. يمثل لك ايه وانت بتتكرم من رئيس مجلس اداره النادي الاهلي القيمه والقامه الكابتن محمود الخطيب؟ لا تعليق على الكابتن محمود الخطيب، ده كابتن بيبو. يعني مش يعني لو قعدت اتكلم من هنا لامتى مش هقدر اديله حق. ده كابتن بيبو راجل بيفهم في الاصول، بيعرف الاصول، ان يقدر واحد جه يشجع لوحده الاهلي، يعني دي حاجه، ده شرف ليا، ده وسامه على صدري. كابتن بيبو استعداداتك بقى للمباراه وتجهيزاتك ووجودك اكيد في المدرج لمسانده طوب ازره النادي الاهلي، دي حاجه اكيده طبعا، دي حاجه اكيده. انا هكون من اول المصريين اللي موجودين في الماتش، تقولي اكيد جدا، وان شاء الله اتمنى التوفيق للاهلي. وبطلب من لعيبه الاهلي حاجه، نركز في الماتش بس. لعيبه الاهلي من اعلى الفنيات، لعيبه كتيره، يعني مش يعني ممكن اقولهم لك من حارس المرمى كلهم. فاتمنى منهم يلعبوا اسم الاهلي، جمهور الاهلي يفتكروا 74 شهيد دول الاهلي، 74 شهيد الاهلي هي اللي بتجيب البطوله ان شاء الله. شكرا. اعزائي مشاهدينا ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، انا الاهلي اللي ربى وعلم بكلمه حب مسموعه، وجيل من بعد جيل بيسلم ورايته تملي مرفوعه. اعتقد جمله بتغني عن اي كلام، وهو ده جمهور النادي الاهلي. اهلا بحضراتكم من جديد. شفتوا في الفقره الاولى كان كلامنا مع الزملاء الصحفيين على انه الاهلي الامجاد اللي بيحققها والانتصارات اللي بتتحقق دي مش من فراغ، دي جايه لانه في تاريخ كبير جدا كتبوا العديد من النجوم وعظماء الاهلي في مختلف الاجيال، عشان كده خلقوا سند تاريخي مهم لكل الاجيال. اتنين من اللي ساهموا بجهد كبير فنيا وتكتيكيا عبر سنوات طويله في بناء هذا المجد الاهلاوي اللي بيتسند عليه هذا الجيل الحالي، اتنين من الضيوف الكبار، الكابتن الكبير عادل طعيمه. اهلا بك يا كابتن. كابتن ابراهيم ازاي حضرتك؟ الحمد لله تمام، منورنا ومشرفنا. انورك. وترافولتا الكره المصريه مش الاهلاويه بس. اللي ما شافش الكابتن شريف عبد المنعم في الملاعب فاتوا كتير. كابتن شريف اهلا بيك. استاذ ابراهيم اهلا بيك، كنا محتاجينك في الماتش ده. اكيد والله، بس بنلعب بقلبنا برضو. بتلعب برايك؟ بنلعب بالقلب وبالروح وبكل حاجه، بنستمتع بتحليلاتكم دايما. ربنا يخليك، احنا كمان بنتعلم منكم كتير. كابتن عادل، خبرتك الكبيره شايف ماتش الاثنين ده ازاي؟ شوف، بسم الله الرحمن الرحيم. انت عندك النتيجه اكيد. دايما وانت داخل في بطوله بالاهميه ديت، الاول بتشوف الاسباب، انت عملت الاسباب ولا لا. ايوه. فتلاقي الاداره عامله 100% من الاسباب. ايوه. طياره، رئيس البعثه، مجلس الاداره، القضيه، الجمهور، التذاكر، الاداره قايمه بالدور 100%، مش 99.9. الجهاز الفني نفس القصه. الماتش اللي فات الناس المصابين وكان ممكن تلعب مريح، دارس الفريق كويس، محضر، رايح من بدري. الماتش اللي كان الاخوه المنافسين كانوا عايزين يلعبونا امبارح اول امبارح، فطبعا برضو الاداره مع الجهاز الفني لعبنا ماتش مهم جدا مع انبي، ومع ذلك الراجل لعب بفريق
يعني اي حد يشوفه كده على الورق يقول ان احنا هنتغلب 5-6، ومع ذلك احنا مسيطرين على وسط الملعب، الفرص بتاعتنا كتيره جدا. فبرضه التحضير من الجهاز الفني والجهاز الاداري على اعلى مستوى. شوف الجهاز الطبي، الجهاز الطبي هتبص تلاقي دور مهم قوي في غايه الاهميه. جهاز الطب بعت وقال بيجهزهم لك في وقت صعب قوي، واخد بانون علشان برضه لما ترجع يبقى بانون جاهز. فحتى محمد عبد المنعم اذا في فرصه يلحق، ما اعتقدش انه يلحق، بس جهز لك ديانج والسوليه وحمدي فتحي وياسر ابراهيم. دول ايه دول؟ دول 60% من قوام الفرقه، قوام الاساسي طبعا. فالجهاز الطبي هتبص تلاقي المدلكين كل حد عامل دوره على اعلى مستوى. قبل كل ده الجمهور، الجمهور بتاعك اللي بيروح علشان يساند، سواء موجود في مصر او اللي هيسافر. كل الناس بتدعي الجمهور بتاعنا اللي هو عصب النادي الاهلي واللي هو اساس النادي الاهلي معاك. لما يكون الاسباب دي كلها موجوده بفضل الله، ثم توفيق ربنا بقى قبل كل ده، ان ربنا بيوفق اللي دايما بيجتهد. فانا بجتهد ومعايا الاسباب، فانا بعمل الاسباب وفي نفس الوقت بتوكل على الله. هناك حرب خفيه شغاله، سواء من داخل مصر من ناس محبين للنادي، هم مش محبين بس انا يعني بتهكم، يعني زعلانين قوي، محبين بزياده، زعلانين قوي ان النادي الاهلي مكمل في البطوله وداخل على ال 11 وبيحاول ان هو يقول لك انت ليه ما لعبتش ماتش الشرقيه للدخان؟ طب انت مالك يا احمد، خليك في فرقتك. فانت يعني اتحاد الكوره الجواب اللي يعني ما بقاش موجود، وانت علشان يبقى الماتش على ارض محايده، الكاف واللي يعني بكل طاقته بيحاول انه يوقف مسيرتك. الحاجه اللي بذكر بيها جمهورنا كاس العالم للانديه، احنا رحنا ب 14 كارنيه. ايوه تخيل 14 كارنيه رايحين نلعب كاس عالم انديه، بتلعب بطل العالم وافضل لعيبتك في المنتخب، افضل لعيبتك في المنتخب، وحتى الثلاثه المحترفين بتوعك مش موجودين وبنون متعور. وانت تروح وكابتن خطيب يقول كلمه غريبه جدا، ومش غريبه هي يعني الحاجه اللي هي جوانا الوطنيه بتاعتنا، قال لك منتخب مصر اولا وبعدين اي حاجه تانية. فيروح بالقلب زي الحديد، يخلي اللعيبه اللي هي يعني ها تبقى قوامها 100% وتكسب بطل المكسيك وتكسب بطل اسيا 4. ايه ده؟ ايه ده؟ انا متفائل جدا 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 في الماتش اللي جاي ده، لان كل المعوقات اللي هي بتتحط لنا، وانك انت تلعب على ارض محايده، محايده فين؟ والمغرب. وبعدين دي طبعا بتطلع جهودك بقى، امال ايه دي بتركز كل القوة اللي عندك. امال ايه طبعا اكيد. كابتن شريف، كابتن عادل متفائل وشايف كل الاجواء اكتملت، انت ايه الاخبار؟ بكمل كابتن عادل كل اللي قاله طبعا. بنحط بقى حته الروح، الروح هي دي المفتاح الاساسي في المباراه دي. خلينا نستشهد باخر 10 دقائق قدام انبي، لما اللعيبه بتجيلها الهيبه وبتجيلها كرامه التيشيرت والتيشيرت والاحساس بانه ما ينفعش احنا نتاخر، او ما ينفعش مهما كانت الاحداث قدامنا او مهما كان الظروف بتبقى قدامنا. ولكن اللعيبه عودتنا ان اول 10 دقائق في اي ظروف صعبه وكان خلاص انتهت. وبرده بعدها وبكمل، الشناوي قال الجماهير في المدرجات واحنا في الملعب، يعني يمكن يكون في 1000 او 2000 مصري هيكون موجودين بالتيشيرت الاحمر بالاعلام الحمراء، يمكن يكون صوتهم اقوى واحساسنا بيهم يكون احسن. والهدفين اللي احنا ممكن نجيبهم في اول 10 دقائق يخلصوا الحكايه كلها ان شاء الله. لان انا زي ما بتقول الكابتن عادل المتفائل، انا كمان متفائل جدا، متفائل ان اللعيبه هتنزل مركزه جدا وعندها روح الضغط على المنافس. وده مفهوم ورؤيه اعتقد مستر موسيماني دايما بيلعبهم كده، وكسبانهم على ارضهم قبل كده، واخدين البطوله السنه اللي فاتت في الملعب ده. فعندنا ظروف كلها مواتيه بالنسبه للعيبه، تحس ان هم مش يعني بنقلق من الفير بلاي طبعا، يعني اهم حاجه انك انت تلعب في ظروف تحس انك انت مش الحكايه ضدك على طول يعني. يمكن الحكم فيكتور جوميز بقى، يعني فيكتور جوميز احنا كلنا بنحترمه وبنحبه
يعني بنحب فيكتور جوميز جدا وبنحس انه فير. ايوه. والطقم كله يمكن يكون على قد وقدر مستوى النهائي يعني. هي حته بقى انهم عايزين يجاملوا او بيلعبوا الملعب في المغرب، المغرب اخواتنا وحبايبنا وكل حاجه. واول ما السفاره هتصفر خلاص بقى ماتش. ياما جبتوها من بره. ها؟ ياما الاهلي جابها من بره. لا على... احنا بنجيبها على طول من بره. يعني احنا بالظبط. يمكن القضيه بس هي اللي كانت عندنا هنا وكانت من اجملها يعني. صحيح. من اجمل الالقاب. الالقاب اللي احنا خدناها ساعتها، انا قلت احنا عايزين ناخد البطوله دي وما ناخدش حاجه تاني. لا توالد الفوز بيجيب فوز والنجاح بيجيب نجاح. فجماهير الاهلي قلقانه بس من الحاجات اللي هي كانت الاحداث اللي انت اتكلمتوا عنها. بالنسبه للازمات وقياده الازمات واداره الاهلي في الاحتواء وكل حاجه، لغايه لما يوصل اللعيب انت مالكش دعوه بحاجه غير ملعبك. ايوه. احنا اللي بنعمل اللي علينا في الحته دي، وانت عليك انك انت تتدرب كويس. الدكاتره مشكورين من الاربع خمس لعيبه اللي احنا بندور على الاستشفاء بتاعتهم. احنا تحت ضغط بقالنا كتير قوي سنتين ثلاثه مش عارفين نعمل قوام اساسي او نثبت فرقه نلعب بيها. ايوه. ولكن ربنا رزقنا بروتيشن كويس من اللعيبه. النهارده بيبقى في حد غايب، لا في اتنين مكانه او مش بال يعني علي معلول لما بيبقى موجود ما بينزلش مثلا محمود وحيد. مختلفين. لا غير مختلفين، الراجل ده بيلعب طبعا مباراه والتاني رجله في الملعب على طول وفي المنتخب وبتاع. طبعا. الخبره بتاعته ده غير ده. الخبره بتاعته والوجود بتاعه السلاية لما بيبقى موجود ومستريح. مش تاك 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 ورا بعض، ما هتلاقيه حاجه تانية. هتلاقيه السلاية اللي احنا نعرفه، الشوتر والتكمله والضغط على الخصم وكل حاجه، وحته الدفاعات برضو اللي هو وتنظيم حركه لو ناكل الحركه كمان لو مفيش قفشه. فعندنا تبادل وعندنا انت جايب اتنين السلية وقفشه، دول عندهم فرصه تاريخيه انه لو ان شاء الله سجل حد منهم هيكون اول لاعب في تاريخ القاره سجل في ثلاثه فاينل ورا بعض. يعني ما حصلتش. احنا الاهلي ان شاء الله الناس كلها مستكتر على الاهلي هذا الوضع. ده كان كاف او الاخوه هنا اللي ما لهمش اللي ما لهمش دعوه بينا. اللي بيعملوا حلقات على كوره مش اوف سايت ويقول لك لا دي اوف سايت والخط بيحاربونا حتى في الميه اللي بنشربها. بيعملوها في الخط وناس عايشه على الحاجات دي. ودول انا بعذرهم لان فاقد الشيء لا يعطيك يعني. مش هتتناقش معاه كتير قوي. اعداء نجاح. لان هو عايز على حس الكبير يبقى له وجود. بس وجود يعني انا عجبني مقوله بعد اذنك يعني طب. واحد قال لي لما تبقى كويس هدي لك حقك. ايوه. ولما تبقى نص نص هقول لك انت النهارده نص نص خد بالك، ولما تبقى وحش هقول انك انت مش كويس. انت عندك تقصير هنا في المراحل دي وفي اللعيبه دي وفي الحاجات دي. انت الكبير خد بالك. ايوه. الكبير دايما العين عليه يعني. دي ضربته. كابتن عادل، كابتن شريف يعني اشار لجزئيه ان انت تقدر تعزل اللعيبه عن اي تاثر باي حاجه في الاجواء ويركزوا في الفاينل وفي اهميه المباراه. انت كواحد مدرب كبير، دور موسيماني والمجهود اللي بيبذله كمدير فني في عزل اللعيبه في الفتره دي ازاي؟ مش محتاج. مش اللعيب عنده احساس من نفسه؟ مش محتاج. لا شوف يعني كابتن شريف كلم في نقطه. اولا على مدار الاجيال، اولا انت مضغوط من 2004. ايوه. من ايام جوزيه. ايوه. وانت بتلعب بتاخد خمس بطولات من خمسه. ايوه. وعلى طول بتلعب سفر ويلعب افر ويلعب من بطوله لبطوله وبعدين منتخب. فانت لما حتى الدوري يقف زي كده ياخد 11 اهلي بعد اذن كابتن. 2006 2008 2010 واخدينهم باحسن لعيبه. كان لعيبه النادي الاهلي 7-8 لعيبه. ولما كان النشاط بيقف يروحوا المنتخب يجيبوا كاس الامم. يعني مضمين الدنيا كلها. فالاجيال شوف بقى ايام حتى قطار التتش الضغوطات والحرب شغاله، والنادي الاهلي بيتجاوز كل العقبات نتيجه مبادئ وقيم واخلاقيات ما بيخشش فيه انت عملت ايه. انا ماليش دعوه. انا ليا نفسي وانا راجل بتاع بطولات ورايا جمهوري وربنا بيوفقني. فموسيماني ما بيجدش جهد لان الطقم اللي معاه سواء اداريين او لاعبين عندهم من الخبره ان انا ازاي افصل وازاي ان انا لما انزل الملعب يبقى عندي الاحساس
ان انا الجمهور ده بالنسبه لي سراب مش موجود. والدليل على كده الماتشات اللي احنا لعبناها. انت شايف ماتش الصفاقسي اعتقد اللي جبنا الجول في ابو تريكا صفاقسي في الدقيقه كان الملعب, واحد الملعب واحد كان يعني. في الملعب كان فيه واحد اهلا ما كانش في حد كله تونس. وكذلك الوداد وكل الماتشات اللي احنا بنلعبها بره الدحيل في قطر الهلال في القطن في الكاميرون 2008 فانت نجري بقى للجيل ده اللي هو بقاله سنتين ثلاثه معنا موسيماني مش هيلاقي جهد او هيبذل جهد في الحته دي مش محتاج. لان مش محتاجها لانه اللعيبه دي عندها ده في لقطه الماتش اللي فات احنا جبنا جول في الدقيقه 94 اللعيبه سلمت على بعض لا. بعد ما جابت الجول احتفلت خدوا الكوره وجروا على السنتر يلا احتفلوا لا احتفلوش حاسين مانشستر سيتي ايوه حاسين ان انت في حاجه غلط حصلت فما فيش حد يعني حتى تاو ايوه هو اللي راح جاب الكوره من الشبكه فانت هي دي الروح اللي بنتكلم عليها يا كابتن شريف الروح دي موجوده عند اللعيبه وموجوده عند الجمهور ودليل على كده برضو ان كان برضو في ماتش او ماتشين الولاد كانوا مجهدين ومع ذلك الاداء ما كانش كويس وكانت النتيجه مش كويسه ومع ذلك بنقول دايما وبعيد وبكرر بلاش تقول لابنك اللي هو طالع الاول وشاطر اقول له النبي ذاكر طب ما هو جمهوري انا لما اعمل اي حاجه جمهوري ورايا مش هيسيبني جمهوري ورايا انا ما اقولوش النبي تعالى دعمني دعمني ايه ده هو بيدعمني من 1907 ايوه انا هطلب منه والنبي تعالى دعمني ازاي هو احساسه بمسؤوليته طب انت اقول بكره الجمهور 100000 هتلاقي ما فيش كرسي فاضي فلو قلت 200000 هتلاقي 200000 في المدرج ده جمهور النادي الاهلي اللي هو بيحب النادي الاهلي سواء كسب ما قداش انما المهم انه يبقى عارف ان النادي الاهلي في الطريق الصحيح فالحته دي انا مش قلقان منها لان ولادنا ولله الحمد متربيين التربيه الصحيحه الاداره الهاديه تتعاملش بالقطعه وشوف انت الاداره كابتن خطيب ولجنه التخطيط والناس المسؤولين وشركه الكوره هما بيتعاملوا مع موسيماني لو اي حد تاني ولعب ماتش وحش ولا بتاع بيحصل ايه امشي او اجتماع او مش عارف تجديد ثقه الكلام ده بيحصل تصريحين ضده هل الكلام ده بيحصل في النادي الاهلي اطلاق استحاله استحاله لذلك تلاقي اللعيب دايما مطمئن الجهاز الفني والاداري مطمئن لان كل واحد عارف ان انا في طريق والطريق ده انا هوصله للنهايه ودايما يبقى هناك بعض العصرات الاداره الذكيه ده الجونين واللقطه اللي حضرتك بتشير اليها فعلا شايف بص الجون كله في حد سلم على حسين الشحات سجد وقام جري هو ده اللي جايب الجون وعلي معلول حتى ما حد سلم عليه ويلا مش راضي بالتعادل يلا وانت بتتكلم في الدقيقه 94 انت راضي بالتعادل لا علي معلول لما جاب الجول الثاني بقى هي دي المكسب خلاص قلع وجري اهو الراجل واصل لغايه خطه بيطلع كره لورا قال لك اوفسايد بص بقى كان ربنا بيكرمنا يا استاذ ابراهيم وبص بقى وحده الناس كلها مع بعضيها والمنظر ده بقى الشكل ده بقى الشكل ده اللي يهز الكيان ويهز الوجدان كله يا استاذ ابراهيم هل المكسب في الدقيقه ديت اول مره لا ولا 100 مره واكتر من 100 مره أكتر. انا عايز اقول لحضراتكم على حاجه بمناسبه الكلام على شخصيه البطل وانك انت ما ترضاش بالتعادل او تتحدى اي ظرف كابتن عادل طعيمه هو واحد من اللي صنعوا جيل تحدى اصعب الظروف جيل 85 اللي كان فيه حسام حسن وابراهيم حسن وبدر رجب وطارق خليل وفازوا وهم تحت السن على الزمالك بكل العتاوله 3-2 في 85 عشان كده لما بيكلمكم على شخصيه البطل من ناشئ الاهلي اول ما بيتولد هو بيتكلم عن تجربه هو عاشها وصنعها وساهم فيها هنطلع لفاصل وبعد الفاصل شخصيه البطل كمان في حضور جماهير كتيره مع الكابتن شريف عبد المنعم والكابتن عادل طعيمه بعد الفاصل
اهلا بحضراتكم من جديد، متواصلين معاكم وهذه التغطيه الخاصه عن نهائي دوري ابطال افريقيا الاهلي والوداد مساء الاثنين القادم ان شاء الله. ومعانا اثنين من كبار النجوم الاهلاويه، الكابتن عادل طعيمه وكابتن شريف عبد المنعم. كابتن شريف، كابتن عادل كان بيشير قبل الفاصل انه اللعيبه مش محتاجه حد يوصيها، الكل جاهز، الكل مركز مع نفسه، خاصه لما بيكون عندك اسبوع قبل المباراه، خاصه لما بتبقى في معسكر، خاصه لما بتبقى معزول عن الدنيا كلها. طب تيجي نروح المعسكر، يلا هات لنا حد من المعسكر يطمننا. الزميل فاروق صلاح موفد قناه الاهلي الى المغرب. مساء الخير يا فاروق. طبعا كل التحيه للاستاذ ابراهيم المنيسي، برحب بحضرتك يا استاذ ابراهيم، وبرحب بكباتن مصر الكابتن عادل طعيمه والكابتن شريف عبد المنعم، وكل التحيه لكل مشاهدينا ومشاهده ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. معاك يا استاذ ابراهيم، استوديو مدجج بالنجوم طبعا القيمه والقبل، الكابتن عادل والكابتن شريف عبد المنعم. كابتن شريف كان عايز يسافر وما لحقش، فعايزك انت تسفره دلوقتي على الدار البيضاء، تقول له ايه اللي عندك بالظبط في كله. طمنا، عايزك تطمنا بقى على الناس كلها. تمام يا كابتن شريف، يعني منذ لحظات قليله كانت عوده فريق النادي الاهلي من اداء التدريب الثاني على ملعب العربي الزاوية هنا بالمغرب بكازابلانكا، طبعا حاله من الديه من الجديه من التركيز من اللاعبين. النهارده اللعيبه كلها بتتسابق للحصول على مكان داخل يعني ال 11 لاعب في الملعب او الدخول في التشكيل الاساسي للمباراه. ده من الامور اللي احنا لمسناها من اللاعبين في تركيز، طبعا زي ما يعني بنتكلم على حضور شخصيه لعيبه النادي الاهلي مع الاجواء ان شاء الله تكون موفقه في هذه المباراه. طبعا الدوافع النفسيه اللي بيشتغل عليها الكابتن سيد عبد الحفيظ، وجود طبعا الكابتن محمود الخطيب ومجلس اداره الاهلي بالكامل، موصل رساله كبيره جدا للاعبين، احنا في ظهركم، احنا معاكم. كابتن محمود الخطيب، معالي الوزير العمري فاروق، المهندس خالد مرتجي، الدكتور محمد شوقي، استاذ طارق انديل، الكابتن حسام غالي، وايضا السيد النائب محمد الجرحي. رسائل كتير جدا مهمه جدا بنقول للاعبين احنا واثقين فيكم، واعتقد يعني الدوافع النفسيه مهمه جدا في هذه المباراه. النهارده التدريب طبعا غلب عليه يعني سباق من اللاعبين من اجل الحصول على مكان داخل ال 11، الامر اللي بيضع مستر بيتسو موسيماني في حيره من امره. شغل على بعض الجوانب الخططيه خاصه بالمدافعين، خاصه بخط الوسط، وخاصه ايضا بخط الهجوم، وتنويع هذه الامور وتنويع الامور يعني كافه الامور الخاصه بالفريق سواء في الشق الدفاعي او الشق الهجومي. طبعا اللعيبه زي ما قلنا في تركيز عند اللعيبه، تركيز بحذر، تفاؤل ايضا بحذر. مستر بيتسو موسيماني قبل التمرين عقد محاضره بالفيديو مع اللاعبين يعني استمرت لاكثر من 45 دقيقه، عرض فيها مجموعه كبيره جدا من المباريات والفيديوهات لفريق الوداد البيضاوي. طبعا اتكلم على ان هو فريق بيتميز بالقوه الهجوميه والغزاره التدافعيه، من الفرق طبعا اللي بتتميز بالقوه الهجوميه، احرز 26 هدف في دوري ابطال افريقيا. اتكلم مع اللاعبين على ان قدام مجد شخصي، يعني تصنعوا مجد شخصي ليكم وتصنعوا مجد شخصي للجمهور النادي الاهلي وايضا للنادي الاهلي. هيبقى صعب جدا ان انديه كتير تيجي في افريقيا انها تحقق هذا المجد. طبعا عقب نهايه المران اختتموا مستر بيتسو موسيماني بفقره يعني تدريب اللاعبين على ركلات الترجيح، تحسبا طبعا للجوء الى ركلات الترجيح في هذه المباراه. كابتن شريف بيسالك على خط الوسط بالذات، لانه كان السولية وحمدي فتحي وديانج الثلاثه راجعين من اصابه، حالتهم عامله ازاي؟ لا بطمنك طبعا يا استاذ ابراهيم، وطمن طبعا الكابتن شريف، وبطمن الكابتن عادل وكل جماهير النادي الاهلي. اللعيبه يعني بدءا يعني اخر تدريبين في القاهره كانوا بيشاركوا بصفه يعني اساسيه، شفناهم في التدريبات سواء حمدي سواء ديانج سواء السوليه، بطمنك عليهم اللعيبه جاهزه، ما عندناش يعني ان شاء الله اي تخوف من وجودهم. اللعيبه يعني بتشوفوا في التدريب القوه في الالتحام، الشغل طبعا الخطط والفني اللي بيشتغل عليه مستر بيتسو موسيماني مع اللاعبين سواء حمدي سواء السوليه سواء ديانج، الثلاث لاعبين جاهزين لهذه المباراة يا استاذ ابراهيم. محمد عبد المنعم، يعني النهارده كان لينا حديث مع الكابتن سيد عبد الحفيظ اللي اكد ان قال في محاولات يعني بتجرى يعني للحاق محمد عبد المنعم، لكن اكد على صعوبه هذه اللحاق بالمباراه، يبقى صعب جدا لحاقه بالمباراه باستثناء يعني محمد عبد المنعم. تقدر تقول كل اللاعبين جاهزين لهذه المباراه. وبالمناسبه بدر بنون كان بيستكمل البرنامج التاهيلي ايضا، يعني الاثار ان هو يستكمله هنا مع البعثه في المغرب، وبيسير بصوره اكثر من رائعه، وقريبا يعني جدا
نشوف ان شاء الله بدر بنون في ارض الملعب. الملعب اللي احنا هنلعب عليه المباراه مفروض هل في توزيع بالعدل يعني ثلاث تدريبات لينا وليهم ولا في برضه مشاكل في الحته دي؟ يعني خليني اقول لحضرتك كابتن عادل طبعا ان الاتحاد الافريقي هيتسلم الملعب قبل المباراه ب 48 ساعه. من المقرر ان النادي الاهلي هيؤدي تدريب عليه يوم الاحد، فريق الوداد بيؤدي عليه تدريب يوم السبت. بعض الاخبار اللي كانت بتقول ان الاتحاد المغربي هيتمرن على الملعب، لكن هم حتى الان موجودين في المركز محمد السادس بالمغرب بالرباط، طبعا بيأدوا معسكر مغلق. الاتحاد المغربي موفر لهم هذا المكان، ويعني زيارات كتير جدا طبعا من مسؤول الاتحاد وفوزي لجع للاعبي الوداد لتحفيزهم وخلق لهم دوافع. لكن فريق النادي الاهلي هيؤدي تدريب وحيد على ملعب مركب محمد الخامس، هيكون ان شاء الله يوم الاحد باذن الله في نفس توقيت المباراه. فاروق، بالنسبه للجماهير المصريه اللي بتتوافد من بره سواء جايه من عواصم مختلفه او اللي حتى اللي مقيمين في المغرب، فرص حصولهم على التذاكر ايه من واقع اللي انت شايفه؟ يعني خليني استاذ ابراهيم حضرتك اثرت نقطه في غايه الاهميه، ودي محور اهتمام مجلس اداره النادي الاهلي، محور اهتمام الكابتن سيد، كل الافراد البعثه ومجلس الاداره ازاي يوفروا كل سبل الامان لبعثه لجماهير النادي الاهلي والحصول على التذاكر. طبعا مجلس اداره النادي الاهلي او النادي الاهلي بيتحمل بالكامل تكاليف التذاكر الحضور للمباراه، بيسلمها للافراد الجاليه المصريين المقيمين هنا في المغرب ببادره مجانا لجماهير النادي الاهلي. حدد طبعا مكان هيكون هو يعني مركز تدريب نادي الرجاء باوازيس لتسليم التذاكر بموجب، هيحضر يعني الافراد الجاليه المصريه والعربيه هيحضروا الى المركز بصوره بجواز السفر. بموجب هذا الجواز هيحصل على تذكره الدخول الى المباراه بصوره مجانيه. مندوب النادي الاهلي هيكون موجود من الساعه 9 صباحا في المركز، طبعا يعني امور طبعا تنسيقيه ما بين الكابتن سمير عدلي والعبيد علاء صلاح المنسق الامني للنادي الاهلي. وفي نقطه في غايه الاهميه يا استاذ ابراهيم بخصوص حضور الجماهير. النهارده صباحا احنا اتفاجئنا يعني احد الجماهير القادم من امريكا، وبالمناسبه هو حفيد الكابتن الكبير طبعا الكابتن توتو، حرص ان هو يكون موجود من امريكا. طبعا الكابتن توتو واحد من يعني الهدافين طبعا في مباراه القمه، واحد من الاسماء المهمه طبعاً. كان حريص ان هو يكون، رحمه الله عليه طبعا الكابتن توتو كان حريص انه يكون موجود ويسلم على الكابتن الخطيب اللي رحب بيه والتقى بيه، ويعني يعني التقط الصور التذكاريه مع الكابتن الخطيب، والكابتن الخطيب قال له التذكره بتاعتك موجوده معانا ويعني نسق لهذا الامر. ايضا الجماهير اللي يعني اتفاجئنا ناس جايه من النرويج يا استاذ ابراهيم، ناس جايه من اسبانيا من المانيا من فرنسا، ايضا الجاليات القادمه من الدول العربيه من الكويت من السعوديه من الامارات، جماهير مصر وجماهير النادي الاهلي تتوافد هنا على المغرب على كازابلانكا من اجل الحصول على التذاكر وحضور المباراه. ومجلس اداره النادي الاهلي بيقوم بكل توفير سبل الراحه وسبل الامان لجماهير النادي الاهلي، وزي ما حدد لهم المكان اللي هيتم فيه توزيع التذاكر بموجب جواز السفر زي ما قلنا في الساعه 9 صباحا في مركز تدريب نادي الرجاء باوازيس. ده بالنسبه للجمهور. مستر بيتش موسيماني كان له تصريحات النهارده مهمه. مستر بيتسو موسيماني طبعا كان في جلسه تصوير خاصه بمسؤول الاتحاد الافريقي، طبعا جلسه تصوير بالكره الجديده طبعا اللي هتقام بها احداث المباراه وهتلعب بها المباراه طبعا في بادره هي الاولى في بطوله دوري ابطال افريقيا. بالمناسبه الكره بتحمل اسم نادي الاهلي ونادي الوداد وتاريخ المباراه 30 مايو 2022. النهارده على هامش يعني هذه الجلسه جلسه التصوير مستر بيتسو موسيماني اتكلم على المباراه وقال ان فرصه كبيره جدا قدام اللاعبين زي ما قلنا ان هي تبقى فرصه للتتويج، وايضا اتكلم على دور الجمهور النادي الاهلي وقال هم سلاح مهم جدا، وناشد الجمهور ان هو يحضر الى المباراه، وناشد جمهور النادي الاهلي قال احنا دايما بنستمد القوه بتاعتنا من جمهور النادي الاهلي. ويعني على هامش هذا الامر برضو يا استاذ ابراهيم
بالامس واحنا في يعني اثناء توجهنا الى ملعب العربي الزولي كان احد المشجعين المصريين واقف لوحده بيحمل علم مصر وقاعد يعني بيشجع النادي الاهلي وبينادي على النادي الاهلي. المشهد ده لفت نظر الكابتن محمود الخطيب اثناء ذهابنا واثناء العوده من التدريب. اصر الكابتن محمود الخطيب على يعني الترحيب بهذا المشجع المصري بالمناسبه ومقيم هنا في مصر منذ 10 سنوات. استقبله الكابتن محمود الخطيب في مقر اقامه الفريق واهداه قميص النادي الاهلي وكان ليه تصريح جميل جدا. قال القميص دوت وتيشيرت النادي الاهلي ده هو شقى 10 سنين في الغربه هنا في المغرب، اعتقد هو اغلى حاجه عندي. وطبعا يعني وصل رسائل كتير جدا، انا اشتقت لمصر واشتقت للنادي الاهلي. ايضا كان في احد المشجعين اللي كان موجود لوحده اثناء التدريب في ملعب العربي الزولي اصر انه يكون موجود في المدرج ولوحده بيهتف وبيشجع. حرص الكابتن محمود الخطيب بروح الاب، قبل ما اقول روح المسؤول او القيمه والقامه الكابتن محمود الخطيب، يعني خليني اقول لك يا استاذ ابراهيم بيتحامل الكابتن الخطيب ربنا يديله الصحه بيتحامل على نفسه كثيرا. اصر بنفسه ان هو يروح للمشجع وقال له انا بشكرك على حضورك، ويعني قال للكابتن سمير عادلي احضر له التذكره وسلمها له الكابتن سمير عادلي تذكره حضور المباراه. وبالمناسبه اقول لحضرتك ان التذاكر طبعا خلال الامس واليوم تم يعني نفذت بالكامل بالنسبه لجماهير الوداد اللي احنا زي ما بنقول يا استاذ ابراهيم 20,000 جمهور عام او جمهور الوداد و10,000 لجمهور الوداد. طبعا هم محددين قيمه التذكره لفئتين، الفئه الاولى ب 100 درهم وهو ما يعادل 200 جنيه مصري، والفئه الثانيه ب 50 درهم وهو ما يعادل 100 جنيه مصري. لكن الروح اللي بنشوفها الكابتن محمود الخطيب مجلس الاداره مع جمهور النادي الاهلي اعتقد يا استاذ ابراهيم بتوصل رسائل كتير جدا وبتدي ثقه باذن الله نشوفها في ارض الملعب يوم المباراه ان شاء الله. يا فاروق سريعا، ازاي اللعيبه استقبلت خبر اختيار 11 لاعب مره واحده من الاهلي في المنتخب النهارده؟ يعني عايز اقول لحضرتك في هذا الامر اللعيبه طبعا استقبلت هذا الخبر، اللعيبه كلها يعني بقينا نقول ان نقابل محمد مجدي قفشه، محمد شريف، اللعيبه كلها يعني بيقولوا باركوا طبعا بيباركوا لعبد القادر لانضمامه للمنتخب، اللعيبه كلها بتتكلم معانا يلا يا جماعه باركوا لعبد القادر وجوده في المنتخب. يعني انت شايف الروح يا استاذ ابراهيم، احنا بنشوف المشاهد دي بالنسبه لنا بتدينا نظره التفاؤل. محمد شريف ومجدي قفشه بيباركوا لعبد القادر، ياسر ابراهيم وايمن اشرف، حمدي فتحي والسليه وحسين الشحات اعتقد وهاني. وكابتن محمد الشناوي زي ما حضرتك، ومحمد هاني طبعا اللي يعني ان شاء الله اتوقع ان واحد يكون من اللعيبه اللي تقدم مباراه كبيره باذن الله. امر ادى يعني رفع من الروح المعنويه للاعبين وكان توقيته مهم جدا يا استاذ ابراهيم. تمام يا فاروق، احنا بنشكرك شكرا جزيلا، حطيتنا في الصوره بالكامل لزميل فاروق صلاح موفد قناه الاهلي الى الدار البيضاء. كابتن عادل مشاعرك ايه بعد ما اللي انت سمعته؟ حاجه متوقعه طبعا. اللفتات البسيطه ديت او بتعتبر بسيطه ولكن هي كبيره جدا في معناها. ان واحد عايش في الغربه بقاله 10 سنين وبعدين قاعد في لوحده في الشارع ومعاه علم، فاللفته الطيبه اللي بتحصل من الاداره ومن كابتن خطيب ويهديه ويخليه يجي في الفندق، دي حاجه رساله لجمهورنا ان احنا معاكم سواء هنا او هنا او في اي حته في اي مكان، انتوا احنا شغالين عشان نسعدكم وعلشان نعمل مجد لهذا النادي العريق. طبعا الاخبار كلها ولله الحمد اخبار كلها فيها تفاؤل الحمد لله، وزي ما انا والكابتن شريف وحضرتك كلنا متفائلين ان شاء الله باذن الله تعالى ان هم هيرجعوا بال11 باذن الله، لان احنا عارفين كويس قوي ان اللعيبه هيبقى عندها الدافع ان هم يحققوا الثالثه على التوالي، ودي ما حصلتش قبل كده ودي هيبقى ليها ما حصلتش لاي جيل يعني هتبقى في دوري الابطال، يمكن كاس الكؤوس الاهلي خدها ثلاثه انما دوري الابطال ما حصلتش، دي هيبقى ليها مردود ودافع كبير قوي عن الوداد انك انت برضو دي هتبقى على التوالي، دي ثلاث مرات على التوالي هتبقى من الدوافع القوية. هنشوف تأثير ده على اللعيبة بعد العودة من الفاصل، والكابتن شريف عبد المنعم نشوف تأثير ده ايه بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، شفنا قبل الفاصل مع فاروق صلاح من الدار البيضاء كابتن عادل طعيمة شعر بكثير من الاطمئنان والتفاؤل بعد كل الاجواء اللي رسمها لنا فاروق صلاح، لكن الكابتن شريف عبد المنعم ازاي شايف الوضع بعد ما اللي انت سمعته؟
احنا سالنا على وسط ملعب النادي الاهلي. ايوه بنطمن الناس. ايوه على الساتر بتاعنا والناقل الحركه والفرديات، واذا كان احمد عبد القادر بيباركوا له ان هو راح المنتخب فده بيبقى حافز كويس قوي. ايوه ان انا اشوفه في المباراه بشكل بقى اكتف جدا. عندك كذا حد من اللعيبه يعني بيدينا الطمانينه ان هو موجود حتى في روتيشن، حتى في جواكر. أيوة. حتى محمد هاني شوف. أيوة. هتلاقي فقصه المنتخب دي برضو انا مبسوط منها انها تبقى عامله حاله نفسيه كويسه قوي. القفشه ومحمد شريف وعبد القادر ومحمد هاني باقيين طبعا من اول الشناوي دول موجودين ومتمرسين 11 لاعب مره واحده. كتير كمان مش كتير ولا حاجه، لان هم الاميز هم الافضل. الافضل انا استشهدت لك ب 2006 2008 فيها. كابتن حسن شحاته كانت عينه كويسه ان هو نقى بجانب عمرو زكي واللعيبه اللي كانت موجوده، واعتقد ميدو كان موجود برضو في 2006. يعني كان عنده من وبركات كان عنده رؤيه لمنتخب في جميع التفاصيل. ايوه اهم حاجه في الفرقه انك انت يبقى عندك جميع التفاصيل من اول حارس المرمى لغايه اللاين فيرويد العمق الهجومي اللي احنا بنلعب فيه. ف الحاله النفسيه اللي انت بتتكلم عنها اللي هي في الشارع المصري دلوقتي. انت في الفاصل كنت بتقول لي انا والكابتن عادل انت كنت ملاحظ ان من كام يوم كانت الدنيا من هادية كتر الازمات. أيوه. اللي احنا كنا فيها التون عالي بقى في التون في اليومين دول، ومن كتر ما انا ماشي يعني بدل ما هنعمل ايه هناك ان شاء الله هنكسب. يعني كلمه فرقت كتير قوي. تفتكر هنعمل ايه بقى؟ احساسهم ان الكل زي ما احنا شرحنا كابتن عادل وحضرتك ان من اول كابتن محمود الخطيب لغايه اصغر حد في العامل موجود او اي حد موجود، حتى لو تشوف بيناول الموسيماني انا شفت لقطه كده عجبتني. ميكي بيدي موسيماني الجاكيت فبيطبطب عليه، الروح دي روح ويننج يعني. أيوه. بنسميها روح المكسب، روح التفاؤل. أيوه. وروح الحب اللي هو موجود بين الناس كلها وحده. واحده كلنا واحده واحده. أيوه. كل واحد سايب كل واحد يشوف شغله، وده اللي احنا اتربينا عليه كلنا ما ليا وما عليا. كل واحد دلوقتي عارف ان هو بيروح يتمرن بيرجع يتعشى بيخش التليفونات تقل تماما التركيز كله في فيديوهات زي ما احنا اتكلمنا فيه. اكيد ده بيولد عندنا احنا التركيز اللي هو تركيز اللي مطلوب يوم الاثنين باذن الله في المباراه. انا متمرس ولعبت على الملعب ده قبل كده وخدت البطوله قبل كده على الملعب ده وكسبت صاحب الارض ده قبل كده على طول، ففي كمان ذكريات وفي شواهد وفي حاجات تخليني انا عندي ثقه في نفسي كمان وانا بلعب. كل اللي موجود انما هي 90 دقيقه ما فيهاش تاني. 90 دقيقه انا هعمل فيها ايه 90 دقيقه؟ روحك بتعوض اي حاجه يعني. انا بطمن ليه على اللعيبه في وسط الملعب اللي كانوا متعورين او اي حد كان مصاب، لان ما كنتش هتلعب باللعيب اللي هو بدنيا سليم. ايوه احنا هيحصل عندنا اي حاجه. لان انت عارف الجماهير والزوم الاولاني والحاجات دي يمكن يدي حراره لفرقه المغرب انها تهاجمنا وتبقى عندها روح وكمان. واحنا نتمنى ان الملعب يبقى مفتوح. أيوة. لو انت لعبتني والملعب مفتوح اديك شايف انا بعمل ايه في اي حد بيلعبني تسعه ورا. ايوه ولكن انت فتحت لي المساحات. اعتقد ان احنا من اسرع الفرق في العالم زي اتلتيكو مدريد كده ومانشستر سيتي بنعمل كونتر اتاك رهيب جدا. بنبث الرعب في اي حد. بنهز الثقه انك انت اي لعيب تحت رجله من تيشيرت النادي الاهلي بيعرف يتعامل معاه، بيعرف يلعب من الاطراف، بيلعب من العمق، بيلعب في اي حته. فده فريق ما شاء الله الله اكبر باذن الله يكون يوم الاثنين بتتوفر له جميع السبل. قطن في ودانا نازلين مش شايفين غير الجون الثاني، مش شايفين غير الكاس والعروسه السمراء ان شاء الله. كابتن عادل بيتس موسيماني عنده تفوق ملحوظ جدا على الشمال الافريقي، يعني كل مواجهاته مع الانديه العربيه عنده تفوق سواء هو في صندوق هو جه على وداد. ده اول ماتش يا كابتن عادل جه يعني على الوداد ثلاث اربع ايام كان بيلعب في الوداد هناك. لا انت حضرتك كمدرب هو المدرب يفرق لما يكون عنده تفوق متكرر على مدرسه معينه؟ بيبقى دارس الموضوع ده، لان هو انت لما جيت اخترت موسيماني اخترته بناء على ايه؟ انه عنده خبره بافريقيا وانت في نص البطوله.
وانت عندك ادوار مهمه، عنده خبرات، لعب الوداد وماسك صن داونز، لعب كذا مره، ولعب الزمالك كم مره، ولعب الترجي كم مره، كل المنافسين الموجودين هو واخد عليهم. فانت اخترته بعنايه وخدت من افريقيا، ما جبتش من المانيا ولا من، علشان المرحله دي كانت محتاجه الراجل ده. فهو الحته دي بتبقى مدياله نوع من الاطمئنان والثقه انه بيعرف ان هو يتغلب على المدرسه دي. واحنا شفنا ماتش الوداد لو حضرتك تفتكره كابتن شريف، الراجل بقى له اربع ايام لسه مش حافظ اسماء اللعيبه وبيعمل ضغط على الوداد. هو قفشه لما ضغط على سردباك وخد الكره حطها جول، ده في اول اظن 10 دقائق. فانت يكسب هناك 2-0 وهنا 3-1، فانت تحسب عليها ضربه جزاء هناك وتتصد كمان. فانت فالحته دي طبعا، بس برضو الحته دي اولا بتدي ثقه للعيبه، وحتى هو بيدي المحاضرات للعيبه بيحسوه ان هو فاهم ومقنع بقى. امال ايه، هو لما جه برضو نفتكر ماتش انبي، اول ما جه برضو ماتش انبي مع انبي ما عدتش السنتر. اول ماتش كان مع انبي ما عدوش السنتر، وبعدين اظن بعديه كان اظن الطلائع مش عارف ايه، اكتساح للعيبه اقتنعت، وهو اللعيبه اقتنعت، بس هو كمان مقتنع بالادوات بتاعته. عارف ان معاه لعيبه هتنفذ اللي هو عايزه واداره. امال ايه، في حته كابتن شريف قالها وهي انه كان في شويه هبوط، شويه سيناريو رباني. سبحان الله، سيناريو رباني. ايمن اشرف انذار ثالث، ايوه، محمد عبد المنعم الضمه، يوم هاني اللي هو كان الاداء مش قوي، دلوقتي دخلوا سرد باك، وسرد باك ايه، مفيش غلطه، صحيح، ورامي، وبعدين ايه، وبعدين رامي، وبعدين رامي برضو كان الاداء، يبقى رامي ما خلاش الراجل اللي هو مدوخ دفاعات مصر كلها يمسكه. كان انبي عامل ماتش كبير على الزمالك قبلها، ده ما شاطش شوط، ده ما شاطش شوط على الشناوي. ايوه، وبعدين بتجهز كريم، وبعدين السيناريو الرباني ده كل الناس، عيل صغير زي كوكا ديفندر، تمام، يعني يغيب الثلاثه، يغيب ديانج والسوليه حمدي فتحي. انت عندك كوكا وزياد طارق، وده السيناريو دي خلاص، وده السيناريو الرباني يعني. انك انت بيجهز لك الادوات ديت، اولا بتريح ايمن اشرف، وفي نفس الوقت انذار ثالث، فانت بتجهز رامي وبتجهز هاني وبتجهز كريم وبتجهز كوكا، وقفشه بيلعب من البدايه، والشحات دي هديه ربانيه الحقيقه. امال ايه، وبعدين الهديه الربانيه دي كمان، دي الفارقه اللي الكابتن شريف بيتكلم عليها، الدقيقه 90 دول اللي فرقوا والماتش خلص. الماتش خلص، ده مش في بعت لك خلص، ده الحلقه كمان خلص. امال ايه، طبعا، مش الماتش بس، فشفت ده هديه من ربنا، الحمد لله. ان شاء الله كابتن عادل كنا سعداء بيك جدا. شكرا يا حبيبي، شكرا جزيلا يا كابتن شريف، سعداء ان احنا كنا معاك النهارده، ونبارك لبعض باذن الله ان شاء الله. كما نشكر حضراتكم على حسن المتابعه، استمتعنا برؤيه الكابتن الكبير الكابتن عادل طعيمه، وترافولتا الكره الاهلاويه الكابتن شريف عبد المنعم، على وعد باللقاء غدا ان شاء الله، ومتابعه اخرى وتغطيه خاصه. شكرا ليكم، تصبحوا على خير.